الحقيقة اليوم بنبدأ موضوع هام جدا لأي مهندس يشتغل و بيشتغل في مواقع أو بيشتغل في إدارة أي مواقع أو بيشتغل حتى في التنفيذ عموما، يعني في مرفعات التنفيذ يعني. وأنا أذكر إن أنا أول مرة عملت اللقاء ده كان في الرياض، وكان في يعني في صالة ثانية جنبنا كان في برنامج لعمل ماجستير في إدارة المشروعات، وكان في أستاذ دكتور كان بيدي نفس المحاضرة، مش هي مش نفس المحاضرة دي يعني كان بيتكلم على نفس الموضوع من ضمن الحصول على درجة الماجستير في إدارة المشروعات. موضوع النهاردة عاجل، مش عاجل، هام لأي حد عايز يبتدي مشروع إنشاء. عنوان الموضوع تخطيط عناصر الخدمات اللازمة للموقع العام للمشروع. أنا لما باخد أي مشروع يعني عندي مشروع مدينة كاملة، مستشفى، مطار، أي مشروع، أي مشروع في الدنيا، بنحتاج إحنا لما بنستلم الموقع بنبقى محتاجين نحط كل الخدمات اللي هتخدم المشروع أثناء العمل فيه لغاية ما نسلمه للمالك. فهنتكلم على إيه؟ على الخدمات اللازمة للموقع العام للمشروع. هو مشروع مهم جدا، مش لمجرد شهاده او لاي حاجه، وعلى فكره نفس الموضوعات كلها الباقيه كلها اللي اتكلمنا عليها قبل كده كلها برضو موجوده في كل انواع الشهادات، بمسميات بنفس المسميات في اي حاجه يعني اللي احنا بنعمله ده ومحاوله ان احنا ايه نقرب للجميع الموضوعات اللي هي الهامه بالنسبه لمدير المشروع، وفي نفس الوقت بتساعد اي حد عايز ياخد شهاده في اي مجال من اداره المشروعات. الاجنده بتاعت الموضوع بتاع النهارده، اول حاجه هيبقى في مقدمه هنوصف فيها المشروع، هو في 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 في, في الجنوب، في الرياض، في المنطقه الجنوبيه، وهو عباره عن كليه تقنيه، وهنخش في السلايد دلوقتي وهنشرح بالظبط ايه الموضوع. تاني حاجه هنتكلم عن الموقع العام للمشروع. الموقع العام للمشروع هيبدو ان هو ضيق وصغير وما يستحملش والى اخره، لكن هنحط فيه اكثر من 25 عنصر لا احد يتخيل ممكن نحطه فيه بشويه تفكير منطقي وشويه دراسه يعني. ان شاء الله ما فيش حاجه صعبه، مش حاجه صعبه، خلي بالنا اداره المشروعات ده من ابسط واجمل العلوم واسهلها، وما فيهاش اي تعقيد ولا فيها اي حاجه بره الوسط يعني. نمره 3 هنتكلم على تفاصيل المشروع. نمره 4 هنتكلم على العناصر المطلوبه كخدمات تنفيذ المشروع. نمره 5 وصل العناصر 24 ووضعها على موقع المشروع. هيبقى عندنا 24 عنصر من عناصر الخدمات المطلوبه لاداره هذا المشروع من اوله لنهايته، وهنشوف احنا درسناها ازاي وحطيناها في انهي اماكن السيركيليشن بتاعها، وازاي يعني علاقه كل عنصر بالتاني، و في اسناد، وان شاء الله يعني تكون وقت جميل ووقت مفيد لينا كلنا مع بعض ان شاء الله. اول حاجه هي المقدمه، احنا بنشرح المشروع عباره عن ايه. في محافظه محافظات جنوب المملكه العربيه السعوديه، هو عباره عن مبنى احدى الكليات العمليه، يتكون من 4 ادوار. يعني المبنى عباره عن ايه؟ ارضي و3 ادوار فوقيه، بس المساحه ايه؟ مساحة أرض المشروع كلها 35,797 متر مربع، يعني
حوالي كام؟ حوالي 10 فدادين تقريبا. وشكل حدود الارض غير منتظم كما سيتم بالعلم الشريعه التاليه. شكل حدود الارض ما هوش منتظم، يعني الديزاين بتاع المبنى فيه تكسيرات كده وحاجات جميل، يعني الحقيقه الديزاين بتاعه وجهاته جميله، بس طبعا مش هنشوف الواجهات النهارده. احنا اللي هنعرفه النهارده ازاي انا اجهز موقع كامل بجميع العناصر اللي فيه علشان اؤدي كافه الانشطه المطلوبه لانهاء هذا المشروع من اوله لغايه ما نسلمه كمشروع نهائي. مساحه المبنى المطلوب انشاؤه 16887 متر مربع. الحقيقه لما نيجي نبص الاثنين هنلاقي ان المساحات اللي فاضيه بعد دي يعني اكثر من النص، لكن الوضع بتاعها هتشوفوا دلوقتي ان هي شكلها يعني ايه يخوض، او شكلها في الاول تحس ان انت يعني ده اول شعور يجي لاي حد عايز يدرس الدراسه احنا بنعملها. شكل حدوده غير منتظمه ايضا مع علاقه في خطوط غير مستقيمه مع ارض المشروع، كما يظهر في المسقط الافقي مع حدود الارض غير المنتظمه وصعوبة توزيع الخدمات داخل الموقع. هيبان شكلها صعب ومش ممكن لأول وهلة يعني. لكن الحقيقة يعني كانت يعني لما بتخلص حاجة زي كده تستمتع جدا وتحس إن أنت يعني إيه أنجزت عمل كويس، إن مشروعك اللي هتعمله هتقعد فيه سنة ونص أو سنتين هتبقى قاعد يعني إيه معاك كل الخدمات ومعاك كل العناصر اللي تريح الإنتاج وتخليه ماشي سموث يعني. المطلوب ايه بقى؟ هو تصميم موقع العام للمشروع بحيث يحتوي على خطوط السير وجميع المكاتب والخدمات والورش اللازمه للانتاج. كذلك الاقامه الكامله، هنا بقى دي نقطه ثانيه. في اقامه كامله هيبقى فيها 250 عامل غير عربي و50 عامل عربي. يعني انت هتعمل كامب سكني من ضمن الارض دي ل 250 عامل غير عربي، ل 500 عامل هيعيشوا فيها عيشه كامله، اكل وشرب ونوم يعني وكل حاجه، اذا كان في مثلا رياضه خفيفه يعني مايكرو سيتي يعني مايكرو سيتي او مايكرو اكومديشن يعني. طيب اول حاجه ده شرح الموقع العام زي ما اتفقنا. ادي المساحه الارض كلها بما فيها من كسرات وبما فيها من يعني ما مش مستويه، يعني مثلا لو هي مستطيله او مربعه او الى اخره كان بقى الموضوع يعني شكله سهل. وعندنا المبنى واخد هذا الشكل برضه، من يعني في مكون من ايه، من خمس اجزاء. طبعا دي فواصل مباني ممكن تتحط انتو كونسيدريشن واحنا بنبني، يعني ده ممكن يبقى مبنى لوحده ولازق في ده وده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس أجزاء في الإيه؟ في المبنى بإيه؟ بفواصل تنفيذ، يعني فاصل كامل، يعني المبنى ده ممكن يتبنى لوحده كامل، ده لوحده كامل، ده لوحده كامل. طيب البلوت أريا 35797 اللي هي إيه؟ الموقع العام زي ما قلنا مساحته 35797 متر مربع. ويشغل المبنى بشكل غير منتظم لغالبيه الارض، يعني هنشوف كده وهنلاقي مثلا ايه حتت دي ضيقه كده، حتت دي ضيقه، حتت دي ضيقه، تحس ان يعني ايه ان السيركيشن هيمشي ازاي؟ هيمشي الدنيا ازاي هنا كده؟ يبدو من الشكل الموقع صغير جدا، هو مش صغير ولا حاجه، والاريا كويسه، لكن المشكله فين؟ في ان حدود الارض ما هياش منتظمه، وحدود المبنى نفسه ما هياش منتظمه، وبيبدو في اماكن ضيقه هتمنعنا من ان احنا نعمل تخطيط كويس. لكن الحقيقه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى اتعمل كويس قوي، وهنشوف دلوقتي هنمشي ازاي. يبدو شكل الموقع صغير جدا على ان تشتمل عليه الخدمات المطلوبه لاعمال البناء، ولذلك فانه ينبغي عمل محاولات عديده. عاده اي عمل مماثل لهذا العمل بنعمل محاولات كثيره قوي، يعني مره واثنين وثلاثه واربعه، يعني لغايه ما نوصل لحل مرضي. ف ولو ان يعني ايه عاده الفكر الاولاني بيبقى يعني ايه اول فكره بتيجي للانسان بتبقى يعني معقوله وكويسه في الاول يعني، لكن لازم تتدرب مره واثنين وثلاثه
عشان نوصل للأوبتيموم في كل حاجة. لذلك ينبغي عمل محاولات عديدة للوصول إلى حل الأمثل لوضع الخدمات المطلوبة لتشغيل الموقع أثناء فترة الإنشاء. طيب البيلدينج أهو مساحته، المبنى نفسه مساحته اللي هو خمس أجزاء، البيلدينج نفسه 16,887.54 متر مربع. دي الحقيقة دراسة حقيقية، ودراسة يعني مش يعني مش مش يعني للتطبيق، مش دراسة يعني فروض أو إلى آخره، لا دي دراسة فعلا حصلت فعلا، وبحب دايما إن أنا يعني أعرضها في أي دورة تدريبية أو في أي لقاءات أو في أي حاجة، بحيث إن احنا نعرف إن إيه، إن الأمور بتاعتنا سهلة وبسيطة، وإن شاء الله يعني إيه كلنا نقدر إن احنا نتصرف في أي موقع أو في أي مشروع بقى فيه نعمل النظام بتاعه يعني. ده المبنى هو زي ما قلنا عبارة عن building details and description. المبنى المطلوب بشكل منتظم غير منتظم، كما خمس قطاعات كالمبان في الشكل ترتبط ببعضها بفواصل تمدد إنشائية، كل دي فواصل تمدد إنشائية، ولذا فإن خطة الإنشاء اشتملت على تقسيم المشروع إلى خمسة قطاعات في مراحل التنفيذ. يعني خطة التنفيذ في البرنامج الزمني أو في الكونستراكشن بلان، يعني كل مبنى من دول بإيه يعني شغال لوحده، يعني له الشدة بتاعته، له الناس بتوعه، له إلى آخره. بصرف النظر عن الكونستراكشن بلان دلوقتي مش هنتكلم عليه، هنتكلم على العناصر اللي بتخدم المشروع. طيب العناصر المطلوبة هنا هناخدها كده بالراحة واحدة واحدة. البني الرئيسي زي ما قلنا مساحته 16,887.54 متر مربع. عندنا الرودز هيبقى فيه طرق جوه بمساحة دي النتيجة النهائية، يعني دي مش افتراضات، النتيجة النهائية اللي حصل بعد المحاولات العديدة والوصول للحل اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. عندنا الرودز هتطلع 3,730 متر مربع، طريق 5 متر وهيمشي في شكل دائري وفي وان واي وبليمتد سبيد، يعني السرعة محددة، أقصى سرعة تمشي في موقع المفروض ما تزيدش عن 30 كيلو، ولا أنا بفضل إنها تبقى أقل. الباتشنج بلانت ده له قصة، يعني اللي واخد 2046 متر مسطح. الحقيقة أنا أما يعني أنا كنت مدير منطقة وكان المهندس مدير المشروع موجود، فالحقيقة رحت بنفسي درست المشروع ودرست كمية الخرسانة اللي فيه، ودرست إمكانية إن أنا أخد خرسانة من باتشنج بلانت بره، ودرست في نفس الوقت للمقارنة إن أنا أعمل باتشنج بلانت جوه المشروع، فلقيت إن في فرق كتير جدا في السعر وفي البرفورمانس وفي كل حاجة، إن أنا أشتري خرسانة جاهزة عن إني أعمله في الموقع. اكتشفت بالدراسة بالحسابات وبالدراسة إن الأفضل إني أعمل باتشنج بلانت جوه المشروع. ودي مش أول مرة، إحنا في السبعينات 79 80 كنا عاملين باتشنج بلانت في مشروع كبير جدا هنا في مصر، وهنا في اسكندرية يعني، وده يعني بتبقى فكرة عادية جدا وما هيش مش عبقرية ولا حاجة، لأن أنت لما بتعمل الخرسانة بتاعتك زي بتعمل يعني حاجتك في بيتك يعني، انما طبعا مش في كل المشروعات مش في كل الاحجام يعني، ما يبقى حجم المشروع والخرسانات اللي فيه والبرنامج الزمني بتاعه بتدرس وبتلاقيه ان هو افضل تكنيكالي وافضل فاينانشالي وافضل بيرفورمانس، يبقى ايه تم باتش بلانت عندك انت في مكانك احسن. طبعا هو بياخد هو مشغوليه واعمال زياده ومشغلات دماغ يعني وحاجات كتير، بس المكسب اللي بيتاخد منها بالدراسه طلعت في المشروع ده ان هو اتس بيتر ان احط باتش بلانت، وباتش بلانت 2046 متر مربع ما هوش يعني كبير يعني ولا. السيمنت ستور 490 متر مربع، دي منطقة لتخزين الأسمنت.
الوود اند ستيل ستور اللي هي الخشب والحديد 774 متر مربع. شاترينج اند ريبار ورك شوب 1210 متر مربع. هنا وفي ورشه، يعني الاول في مخزن للاخشاب ومخزن للحديد، وبعدين هنا في ايه؟ ورك شوب للشاترينج، لان الشاترينج هناك كان بلايوود، طبعا بلايوود، وبلايوود معمول على على فريمز، فبيبقى فريم على طول ثابت وثابت معاك في المشروع، بيحافظ لك على الفريمز، بيحافظ لك على شكل، يعني بتطلع خرسانه نوعها، يعني ايه الكواليفيكيشنز والفينشنج بتاعها لوحده جميل جدا. يعني تبدو انها اغلى، لكن واقع الامر اللي بيدرس كويس، يعني بيدرس صح وبيبص للونج ران، بيبص حاجات كتير جدا، احسن كتير جدا ان الواحد يعمل يعني بهذا النظام اللي هو الشاط البلايود وعليه على الفريم بتاعه، وبيتركب في بعضه كده، بيبقى زي المكنه يعني، سواء في الحوائط، سواء في الاعمده، سواء في الاسقف يعني. الورك شوب اند ستور فور ام اي بي وركس، في برضه مكان للورشه بتاعت الايه؟ الالكتروميكانيكال وبلامينج وركس، بتعمل فيها كل حاجه يعني، بتعمل فيها كل البايبنج، بتتعمل الدكتس بتاعت التكييف، كل انواع اي تصنيعات، اي حاجه بتتعمل بتتعمل في الورشه دي، وبتدخل على طول على ايه؟ على التركيبات في جوه المبنى. الجنرال ستورز بقى دي فيها كل الايه؟ كل المواد والخامات المطلوبه للمشروع. وطبعا موضوع الستورز في السايت ده موال وبحر كبير وجميل، والنهارده ما عادش في حاجه اسمها وجه ستور زي زمان وهو مجرد دفتر وخلاص، لا ده بيبقى بقى اكسل شيت، او لو هو اكثر تنظيما بيبقى واخد شغال جوه زي الاي ار بي، زي اي حاجه يعني، زي السيستمز اللي هي شغاله في اداره الشركات يعني. الكونسلتنت اوفيس هنا 266 متر مربع، الكونتراكتور اوفيس 132. هنا الكونتراكتور اوفيس معمول مش كبير، مش زي بقيه الحاجات، لكن الكونتراكتور اوفيس هنا اللي هو بتاع الشركه اللي احنا بتاعتنا احنا كنا فيها، كان للخدمه او للتواصل مع المكتب الاستشاري او اي حاجه في الموقع يعني. انما بقيه المواقع، بقيه المكاتب او بقيه الاماكن للعاملين في الموقع، المشرفين، الكلام ده كله تبقى موجوده ايه؟ مش ديسبيرسد، محطوطه في اماكن معينه جوه الموقع. Workers accommodation and services 4023. يعني المكان اللي هتحط فيه اللي هم 300 عامل اللي هم دول مخصصين، اللي هم العمال الثابتين، غير طبعا السب كونتراكتورز، غير العمال الثابتين بتوع الشركه، هيبقوا حوالي 300 عامل قاعدين من اول مشروع لاخر. مير يعني او الرسول، طبعا الريسورس الوكيشن والريسورس ستادي والكلام ده من الاول، يعني الاريا دي هيتحط فيها ايه؟ اكومديشن بقى، يعني اماكن للنوم، اماكن للرياضه، اماكن للاكل، اماكن للشرب، اماكن للعب وهكذا. باركينج فور اكويبمنتس، الاكويبمنتس الشغاله في الموقع، كرين، تراكس، اي حاجه، ميكسرز صغيره، اي حاجه يعني موجوده في الموقع هتبقى فين؟ الاريا دي اللي هي 750 متر تقريبا. كلينك 96 متر، هنا كلينك لازم يبقى فيه عياده في 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 في, في الموقع، لازم لاي اصابه او لاي حادثه، لاي حاله يعني في الموقع. وطبعا دي بتعتمد على عدد العاملين في الموقع، وبتوصل في بعض المواقع، ودي حصل معانا الموضوع ده يعني، شفته هنا في مصر يعني. يعني كنا مشروع مطار كبير قوي هنا، كان كبير يعني الحقيقه يعني، وكان في دكتور موجود، دكتور طبيب ومعاه ممرض ومعاه عربيه اسعاف، فدي بتعتمد على الايه؟ على الشروط المطلوبه للموقع ده طبقا للقوانين الدوليه يعني. جنريتورز، في اربعه جنريتورز، هو في كهرباء جايه من بره، خط كهرباء جاي من الحكومه يعني، عادي خالص زيه زي اي حاجه، انما
انا دايما بفضل ان يبقى عندي يعني احتياطي للطاقه الكهربائيه، لان هي اللي بتحرك المشروع كله، سواء اضاءه سواء خدمات سواء اي حاجه خاصه بالمشروع. يعني لابوراتوري اللي هو اللاب، اللي هو المعمل اللي بتعمل فيه الحاجات الخاصه بالخرسانه، الخاصه بالمواد، باي حاجه فيها كل الايه الاكويبمنتس اللي بنعمل فيها الايه التست. يعني السيفتي اوفيس 35 متر مربع. بروفيجنال ارياز، في اربع بروفيجنال ارياز، يعني بعد ما حطينا العناصر كانوا على اخرها، لان ان انا عندي ارياز، اربع ارياز موجودين، حجم مساحتهم 988 متر مربع، يعني حوالي 1000 متر. دول بقى يستخدموا لاطقم العالي، بيشتغل في بتاعه المقاول، استشاري عايز مكتب اضافي، سب كونتراكتور عايز مكان. فبيبقى عندنا اريا برضه زياده في الاماكن، لايه؟ لاي طلبات زياده واحنا بنشتغل. الباركينج اريا 144 متر، دي بتاعت ايه؟ الاريا بتاعت الايرازون بتاعت المكاتب، بتاعت مكتب استشاري، مكتب من اول، هتلاقيها منطقه صغيره حبان كده تحت كده على الشمال هنا. في السامبل روم 35 متر، ده غرفه العينات. في الاكزيت جيت اوفيس تو نمبرز، يعني في مدخل رئيسي ومخرج رئيسي للايه؟ للمشروع، اللي هو الناس بتدخل منه وبتخضع للتشيكينج، يعني سواء لتفتيش اللي داخل او شو معاه تصريح، تشوف هل هو الحاجات اللي معاه مظبوطه وهكذا. يعني اللي هو الاكزيت جيت او اكزيت او انترنس جيت، يعني اوفيسز الاكزيت جيت اوفيسز مكتبين يعني، وهنشوفهم برضه دلوقتي. عندنا ماسك، مسجد صغير 113 متر مربع، وده هنلاقيه محطوط ما بين جنب الاريا بتاعت السكن بتاعت العمال، بينها وما بين ايه؟ وما بين بقيه المشروع. يعني تاور كرين 1 2 3 تاور كرينز هيتحطوا ايه عشان يخدموا على المشروع، اربعه ثلاثه تاور كرينز، وحشهم برضه يتحطوا ازاي. التوتال اريا كلها اللي هم 34912 متر مربع. طيب العناصر اللي هنقولها بقى بسرعه كده بالعربي: شبكه طرق، محطه خلط خرسانه، مخازن اسمنت، مخازن حديد واخشاب، ورش النجاره والحداده، ورش ومخازن الكتروميكانيكال، المخازن العامه، مكتب المكاتب الاستشاري، مكتب المقاول العام، مواقف السيارات، مكاتب مقاول الباطن والموردين، استراحات وسكن وخدمات لعميل الموقع، موقف مواقف المعدات، العياده الطبيه، مولدات كهرباء، المعمل، غرف التحكم في المدخل والمخرج، غرفه العينات، مكتب الامن والسلامه، المسجد، مساحات احتياطيه، ونش وثلاث اوناش برجيه اللي يعتبر كرينز اللي هي ايه هتقدم على المشروع خلال الانشاء. طيب اول حاجه اتكلمنا فيها او بنعملها شبكه الطرق الداخليه. هي محاولات طبعا كتير بتتعمل، لكن الحقيقه بعد كذا ترايل لقينا ان احسن حاجه تحصل ان انا اعمل مدخل للمشروع من هنا وامشيه كده عشان يبقى سموث، وداير ما يدور المبنى اللي هيتم انشاؤه وماشي كده، وبعدين هيجي يطلع منين؟ من هنا، من هذا المكان. يعني تقولوا ادي مدخل وادي مخرج. وده اصح حاجه، ان يبقى مدخل المسؤول مدخل ومخرج لوحدهم، يعني للمشروع مدخل ومخرج بس، عشان ايه برضو الايه السكيورتي وبتاع بتاعك. الحقيقه هنا المشروع ده يعني اضفنا هنا مدخل صغير، هنا المنطقه الصغيره دي عملناها فصلناها الى حد ما، وعملناها ايه؟ منطقه مكاتب الاستشاري والمقاول وللمالك طبعا. والمنطقه دي عملنا فيها ايه؟ دي مخازن الخشب والحديد، تبقى قريبه، كانت زي بتطلع المانوفرنج بتاع نزل الحديد والخشب، كان هو دي حاجات تدخل المشروع. طبعا غير المكن والحاجات دي كلها اللي هو بيجي بيدخل على جوه على طول في المنطقه دي بعد كده. وجنبها على طول هنا الورشه بتاعت الايه؟
الحديد والأخشاب. فده الطريق ده هيبقى طريق 35 متر، لافف كده داير مهدور واتجاه واحد، لا رايح ولا جاي، الحكومة كلهم 5 متر. وهيتوزع حواليه بقى في حته الطريق هنا اهو، هيبقى في هنا الباتش بلانت، وهيبقى هنا المخازن، وهيبقى هنا، يعني هنعرف دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي. انما الاساسي ان انا بيزيكلي عندي طريق 5 متر داير ما يدور، وبعدين هنا مدخل، هنا مدخل هنا يمين، ومخرج من هنا شمال، وهنا ده مدخل للايه؟ للحديد والاخشاب علشان للتخزين بتاعهم، وبعدين عشان يتاخدوا يشتغلوا هنا عشان يشتغلوا في المشروع. طيب شبكه الطرق الداخليه للمشروع بعد عده ما عمل عده محاولات تبين ان افضل الحلول شبكه الطرق الداخليه هو ان تكون في اتجاه واحد كما هو مبين في الشكل، بطريق عرض 5 امتار اللي هو يعني الكلام ده كله، ودي 5 امتار دي داخل جوه، دي هنا عشان ايه؟ منطقه المخزن، وتخدم على ايه؟ طريق ده بقى اي حد ماشي ما ايه؟ حد حاجه جايه المخزن ما نقعدش يعطل السيركيليشن بتاعها. وشكلت المساحة الكلية شبكة الطرق كام؟ طبعا 3730 متر مسطح. هي يعني ولا هي كتير ولا هي قليلة، يعني رقم مناسب يعني بالنسبة للإيه للعمل. طيب زي ما اتفقنا أو زي ما اتكلمنا أو زي ما شرحنا، قلنا إن إحنا عملنا دراسة لإنتاج الخرسانة في الموقع. قعدنا حسبنا طبعا كل أنواع الخرسانات اللي موجودة والبرنامج الزمني بتاعها والكوستنج بتاعها قد ايه، والنقل بتاعها قد ايه، وكلام ده من الاول لاخره. فلقينا ان يعني ايه، ان احسن مكان في ايه، في حضن المكان ده اللي هو جنب الايه المباني ده، يعني متوسط بالنسبه للثلاثه دول، ببامب بقى بكل انواع الايه البامبنج بتاعته اللي هي توصل خلصانه هناك في كل حته يعني. طيب المحطة الخلطة المركزية الباتشنج بلانت عبارة عن ايه؟ واخدة الشكل ده مع الشكل بتاع المشروع بتاع المبنى نفسه، يعني ماشية معاه. مساحته 2046 متر مربع. تم وضع محطة الخلطة المركزية في موقع المحطات بالنسبة للمشروع، بحيث يمكن ان تخدم على جميع المرافق بشكل سلس وبحد ادنى من تكاليف التشغيل والنقل. مخازن الاسمنت حطيناه هنا، ادي الباتشنج بلانت. طبعا في السايلوس بتاعت هنا بتاعت الاسمنت والكلام ده كله، وده ادي ايه مخزن الاسمنت برضو علشان ايه التشغيل بتاع هنا، وعشان التشغيل بتاع الموقع. يعني طبعا الاسمنت اللي موجود هنا في الموقع ما هوش الباتشنج بلانت بس، ده الباتشنج بلانت وكل الاعمال بقى، البياض وكل الاستخدامات كلها بالاسمنت، يعني المباني كل انواع الحاجات، هيبقى مخزن الاسمنت هنا، وايه هتبان دلوقتي ايه او جنبه من المخاطر الثانيه. يعني ادي باتش بلانت اهو في موقع متوسط قريب جدا من هنا ومن هنا ومن هنا، وادي ايه مخزن الاسمنت قدامه على طول، بحس ان يعني ايه يبقى ايه يقدر يبقى في تواصل ما بينه وما بين ده، ويخدم على المشروع برضه يعتبر في متوسط المشروع. طيب تم اختيار مكان لمخازن الاسمنت بحيث يكون قريبا من محطه خلط الخرسانه، وكذلك على الطريق الرئيسي للمشروع، يعني على الطريق الرئيسي، بحيث يتم تناول الاسمنت بشكل مباشر وسريع، سواء في التنزيل من السيارات او النقل لمحطه الخلط او لاي مكان اخر في المشروع. يعني لما جينا حطينا مخزن الاسمنت هنا، حطينا له ايه؟ طريق صغير هنا برضه اللي هو 5 متر الوسط اللي خلاله دي جوه دي، عشان ايه؟ التنزيل والتطبيع والكلام ده كله، ما يبقاش ايه يبقى اسمنت جاي يقوم يعطل لي السيركوليشن دي. هندخل بعد كده مخازن الحديد والاخشاب. زي ما كنا بنتكلم من شويه، الحديد والاخشاب دي اكتر حاجه بالك بتدخل المشروع. فعندي هنا على وش المشروع اخدنا الاريا دي وعملناها ايه؟ تخزين للحديد وللايه؟ وللاخشاب، بحيث ان هنا هيبقى التخزين هنا وايه والورشه والورش هنا. او ممكن نعمل برضه العكس، يعني ممكن اخلي مثلا مخزن الحديد هنا وتشغيله هنا، ومخزن الخشب هنا والورشه هنا. يعني شيان ان انا ده يبقى تخزين وتشغيل للخشب،
وده تخزين وتشغيل الحديد، او نخلي منطقه واحده للاثنين وايه ونعمل المنطقه دي برضو ورش للاثنين. دي تعتمد بقى على ايه، فكر وفلسفه اللي بيشتغل، يعني الكونستراكشن مانجر هو اللي ايه، اللي هو المسؤول عن التنفيذ في المشروع، هو اللي بيقدر ان هو يقول او يقرر هو هيشتغل ازاي وهيعمل ايه وسيتويشن ازاي والكلام ده كله او الاخر. موضوعات سهله وسلسه، وكلنا يعني قطعا تعرضنا للمواضيع دي قبل كده، والكلام ده كله ما هو الا ايه، الا مراجعه ومختصر لكل الناس، واللي ما شافش المشروع بهذا الشكل او اللي ما حصلوش الفرصه ان هو يتعرض للموضوع ده وبيتعرض له وبدأ يحصل معاه او يقابله، يعرف الموضوع بسيط وموضوع ما هوش يعني ايه، ما هوش معجزه، ما فيش حاجه في الاداره معجزه ولا معقده ولا، لا الاداره علم يعني علوم بسيطه جدا جدا جدا، محتاج شويه بس ايه يعني خبره، وزي ما كنا بنتكلم ده من اداره المشروعات في اي مجال من اعمال المشروعات زي الجراحه بالظبط. ما ينفعش طبيب جراح حد يتعلم جراحه على ايد واحد مش جراح، يتعلم يعني ما فيش حاجه اسمها جراحه تعلمها دكتور درس الجراحه وجاب امتيازات وده اخذ امتياز في الجراحه وبيدرس جراحه هو ما اشتغلهاش، لا ده يكون بارع اشتغل في الجراحه. فاداره المشروعات نفس الحكايه، يعني اي حد عشان يبقى دي مشروع لازم يعني ربنا يبارك لكل الناس اللي علمونا وتعلمنا منهم وبارك لنا في اولادنا كلنا اللي قابلناهم ودايما في سيرتهم اللي اشتغلنا معاهم واتعلموا وزرتهم في مشاريعهم بيزوروها والله. وانا بقول هذا ولا ابالغ، لقيتهم بيديروا مشروعاتهم احسن ما احنا بنديرها. وانا بقول وانا يعني ايه، انا مش لا بقلل مقدر نفسي ولا بزود مقدرهم، بس فعلا الشباب اللي بيحضر هذا الكلام وبيعيش مع مدير مشروع يعني اتعلم قدام مدير مشروع وتعلم شويه اداره او بص على الكلام ده كله او بتطلع عليه، بيبقى الحقيقه مستواه عالي جدا 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 في ايه، في اداره المشروعات وفي الموضوعات المختلفه اللي احنا شفناها. وده 10 لقاء ما بيننا، وما اظنش ان في اي حصل اي مشكله او اي حاجه في اللي جاي، وان شاء الله في اللي جاي برضو يعني الموضوعات هيبقى شكلها يعني فاينانشال مانجمنت كوست مانجمنت حاجات اسماء كده، الاسماء الكبيره الحلوه دي اللي هي يعني ايه بتاخد بتعمل فيها شركات كده تخصصت فيها، لكن هي سهله وجميله وان شاء الله حتى تسعد، يعني كلنا نسعد مع بعض بايه ببساطه العناصر كلها اللي احنا بنشوفها مع بعض في اداره المشروعات. طيب مخارج الحديد والاسمنت، انا كنت مفترض هنا ان ده مخزن هيبقى حديد والاسمنت ومساحته 774 متر مربع، وهنا ده ايه ورشه الحديد ورشه خشب ورشه الحديد. انما الفكره يعني دلوقتي وانا بتكلم معاك دلوقتي اقول ما كانش هيجري حاجه ابدا لو حطينا هنا مثلا مخزن الخشب والصناعه بتاعته وهنا مخزن الحديد والصناعه بتاعته، يعني دي المهم الاثنين الارياز دول اللي هم على الوش هيبقوا ايه، هيستقبلوا هيدوا رسمها عشان ما حدش يمشي بيه في المخزن في كل من واخره. طبعا هو بيستوجب في ان في يبقى في حراسه، هو كده ولا كده في حراسه يعني على المشروع سواء حراسه خارجيه او داخليه. يعني تم اختيار مخازن الحديد والاخشاب في مكان مجاور لمدخل المشروع، وذلك حتى ايه يسهل تنزيل الحديد والاخشاب اثناء العمل في الموقع بدون اي معوقات لعمل التشغيل والسير داخل الموقع. يعني هنا مثلا يبقى في باب ولا حاجه ينزل منه الحديد والاسمنت بشكل او باخر ويتقفل عليه، هنا برضه نفس القصه في هنا برضه. يعني على الشارع الرئيسي بره ما بيعوقش اي حاجه في ايه في سير المشروع، ولا بيأثر على المشروع ولا المشروع يقف 5 دقائق عشان ايه كميه حديد جت او كميه اخشاب جت. طيب ورشه ورش النجار الوحيده ده اللي احنا كنا عاملينه، بس طبعا انا وانا معاكم النهارده وانا بنتحدث دلوقتي لقيت ان ما يمنعش ابدا ان دي تبقى
يعني مخزن حديد ورشة حديد ومخزن اسمنت ورشة اسمنت. يعني صح ممكن دي تبقى كيبو كده، بنخزن هنا الحاجتين ونعمل هنا الورشتين، او نعمل الحديد كله هنا ونعمل الاسمنت كله هنا، الخشب كله هنا، محصله بعضها يعني. المهم التو ارياز دول هما ايه للتخزين الحديد والاسمنت وعمل ورش الحديد، الحديد والخشب، وهنا تشغيل الحديد والخشب. طب موضع ورش النجارة والحداد المجاورة دي اللي بنعتبرها الورشة بتاعتها، مخزن الحديد والأخشاب، وذلك لسهولة التداول وتناول الحديد والأخشاب بينهما، كما تم عمل بوابة خاصة فيما بينهما يمكن فتحها بواسطة أمن الموقع عندما تأتي أي حمولة من الخارج. يعني أي حمولة جاية من بره ممكن تنزل هنا أو تنزل هنا بواسطة الأمن بتاع بحيث إن برضه في بينهم كده فاصل هنا، تنزل هنا أو هنا. طيب ورش ومخازن اعمال الكتروميكانيكال، احنا هتلاقوا ان احنا السيكونس بتاعت الشغل بنتكلم في الاول ايه، في ايه، في الورش والمخازن اللي هي خاصه بالايه بالانتاج. وما يتوقع بقى يبقى ايه الفسحه بتاعت الاكوموديشن بتاع العمال الموجودة. على فكره انا بقول عمال مش بقول عمال بس، ده ممكن مهندسين يعيشوا في الكلام ده. يعني كامب موجود في عمال وفي مهندسين وفي ملاحظين وفي كل حاجه. يعني ايه يعني حاجه يعني ده طبيعي. يعني اي شركات مثلا زي الشركات الشرق مثلا زي الشركات الصينيه بيتعمل اكوموديشن عادي، وبالعكس هم بيبقى عندهم مثلا 500 واحد بيعملوا كامب ل 250، عشان 250 في الشغل 250 نايمين. فيعني ايه الكلام ده يعني قد يكون ما هوش فيري كومن هنا في مصر، انما في الخليج فيري كومن فيري كومن فيري كومن فيري كومن. ورش ومخازن اعمال الكتروميكانيكال، طبعا الاعمال الكتروميكانيكال هنا محطوطه هنا جنب الايه؟ جنب الفندق في الحضن ده كده، لاسباب كتير. هي اريا مش صغيره، هي اريا كبيره، لان انا معتاد من زمان يعني من وانا هنا في مصر حتى ان احنا بنعمل الدكس بتاعت التكييف مثلا هنا، كنا بنعمل مثلا بنركب المواسير مثلا واحنا بنعمل فندق تيبيكال، مواسير التغذيه او الصرف بنشكلها بالملي ونطلع نركبها، مجرد تركيب فوق يعني، لا بنقطع فوق ولا بنلحم فوق ولا بنقلوص ولا حاجه خالص، تطلع حاجه على التركيب في مكانها على طول. فعشان كده هنا ايه محطوطه، بالاضافه لكده برضو انه بيبقى فيه رفايع يعني بالنسبه للالكتروميكانيكال، فالافضل ان هي تبقى ايه جوه المشروع، ما يعني ايه تبقى امن بالنسبه للشغل، اقرب بالنسبه للشغل برضو كمان، وامن بالنسبه لايه للتخزين. فدي اخترنا الاريا دي عشان تبقى ورش ومخازن اعمال الكتروميكانيكال. برضو هنشوف عامله ازاي، يعني ايه برضو ايه ماشيه باخد الشكل ده، يعني نوع من انواع الايه ان انا يعني يعني ممكن تاخد شكل كده خط على طول، يعني مش لازم الخط يبقى كده، انما انا بقول لكم يعني ايه ان مدى صعوبه ان انا بتشكل مع الواجهه الموجوده دي. انا برضه هي محتاجه هنا طريق، يبقى يعني يبقى يحوط بيها كده يعني عشان يعني فايه يعني، بس هي ممكن قوي ده الطريق ده يجي كده مثلا كده على طول كده مثلا كده وكده وكده، ما اقعدش شكل في التشكيل ده كله. طيب ورش ومخازن اعمال الكتروميكانيكال، الورك شوب دي 1741 2 من 10 متر مربع. تم وضع ورش ال ومخازن الكتروميكانيك من داخل المشروع وعلى الطريق الداخلي الدائري. فالداخلي عامل ازاي اهو، لو احنا نقول يعني بيدخل يمشي كده ماشي 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 كده اهو، يعني كل دي على الطريق الايه الدائري، مع تحديد مساحه كبيره حتى تسمح بمجالس التصنيع والتركيب لاي عناصر في الموقع، وكذلك حتى يمكن تامين الخامات والادوات الصغيره من حجم من اي احتمالات سرقه من الموقع، وذلك صار حجمها. الالكتروميكانيكال فيه ايه؟ في حاجات حجمها صغير ويعني سهل يعني الطمع فيها او ان هي تتاخد او الى اخره، لكن يعني عشان كده الموقف ان احنا ايه بنحط اللوكيشن ده جاي يعني ايه بفضل الله موفق
بتدبير ربنا سبحانه وتعالى. نقول بعد كده على المخازن العامة. هنا احنا سيبين المدخل هنا دخل هنا كده خلاص. وهنا في مخزن الاسمنت، وقلنا الاسمنت ده طبعا ده ماده عايزه معالج يعني عايزه ناخد بالنا منها وتبقى قريبه في السنتر وكان نقول اخره. فاحنا قلنا برضو نحط المخازن العامه هنا جنب الايه؟ جنب دي. ليه بقى؟ لان انا قلنا هنعمل طريق هنا يدخلنا هنا عشان لما تيجي تنزل سواء بتعمل اجراءات صرف او بتنزل المواد او اي حاجه يبقى ايه؟ وممكن ده يتمد للاخر كده، بس هو طبعا نوع من الطمع ان احنا قفلنا هنا قال يعني هنوفر الحته دي سواء في ده او في ده يعني. فالمهم ان هيبقى في طريق صغير هنا في مخزن الاسمنت هنا، وفي ده المخازن العامه هنا بتاعت الايه؟ بتاعت المشروع. المخازن العامه فيها بيئه، فيها بويات، فيها بقى اي حاجه، اي حاجات عامه مفصله، فاي اي حاجه خاصه بالمشروع يعني. كل انواع الماتيريال اللي هي عايزه تتصرف كل يوم او الاخر، او معده صغيره، شواكيش، يعني اي حاجه في اي صنف من الاصناف الموجوده في الايه؟ في المخزن العمومي، بحيث ان هم يبقوا جنب بعض هنا يخدم مخدم على لهم الطريق ده، واي حاجه نازله او طالعه ما بتعوقش حركه اللي هي في المشروع اللي هي الحركه الدائريه في الطريق. بعد كده المخازن العامه دي زي ما قلنا اهي عباره عن جنرال ستورز، الحته اللي احنا استخسرناها الصغيره دي قال يعني بقى احنا ايه يعني بالسنت يعني 723 متر و9 من 10. تم اختيار موقع المخازن العامه بحيث تكون في مكان متوسط برضه المشروع، المكان ده مكان متوسط يعني كده 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 قريب جدا من كل اماكن المشروع. وعلى الطريق المتوسط على الطريق المتوسط المار بالمشروع اللي هو ده اللي ماشي كده اللي هو 5 متر، وفي اقرب مكان للمدخل قريب من المدخل جدا هنا اهو، ما عمل مدخل منفصل لصوله وقوف سيارات التحميل سواء للخامات والادوات داخل المشروع او نقلها لاجزاء المشروع المختلف اللي هو الشارع الصغير ده اللي احنا عملناه ما بين مخزن الاسمنت وما بين المخزن العام. طيب مخازن الاستشاري احنا قلنا في الاريا هنا دي كانت لوحدها كده، احنا قلنا ايه؟ ان هي في الاول والقدام، وبرضو ايه طبعا الاستشاري ما يعني لازم حتى يعني ايه ديستانجيه يعني زي ما بيقولوا الفرنساويين، فهو اتحط هنا على الموقع على الشارع الرئيسي بحيث ان يعني ايه ما مش يمشي بقى مده مشوار طويل ولا الاخر، لا يبقى ايه كل ال 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 هنا المكاتب بتاعه الاستشاري هنا، وهيتعامل هنا برضه مكتب للايه؟ ده طبعا الاستشاري والمالك، وهنا في مكتب للمقاول والعقد، مكتب صغير كده للمالك والمقاول زي ما قلنا قبل كده. طيب مكتب الاستشاري 266 متر مربع، ده مش صغير طبعا 66 متر ده كبير يعني. عشان كده بنقول ايه استشاري ومالك دايما، لان الاستشاري والمالك يعني دايما يعني مرتبطين ببعض يعني، يعني الاستشاري المالك يعني ما بيبقاش محتاج لاريا كبيره قوي بالنسبه له، لان المالك طبعا بيجي يعني بيريوديكالي او بيبقى فيه له ممثل مالك او اثنين ماكسيموم، انما الاستشاري قاعد بقى بالطقم بتاعه بمكتب فني بكل حاجه. تم اختيار مكاتب الاستشاري في مكان عند مخرج المشروع في منطقه بعيده عن ضوضاء العمل، يعني هنا حتى ايه عند مخرج المشروع، احنا قلنا المدخل من هنا كده وداخل كده اهو مخرج المشروع، فالمكتب الاستشاري هنا هيبقى له مدخل لوحده هنا كده بشكل او باخر، يبقى المنطقه دي منطقه ايه يعني معزوله تقريبا عن المشروع كله او الاخر، عن الدوشه اللي هي ممكن تحصل هنا مع 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 الالكتروميكانيكال هنا اللي هي الدوشه بتاعت شغل الالكتروميكانيكال هنا برضو، التشغيل بتاع الشدات وبتاع الحديد ما بيبقاش منه دوشه جامده يعني، دوشه جامده بتبقى عاده في الايه؟ الدق والكلام ده كله بيبقى في الايه؟ الوشد الالكتروميكانيكي. طب خد مكان الشاري في مكان هذا معرج المشروع في منطقه بعيده عن ضوضاء العمل وملصقه لبوابه الخروج هنا جنبه هنا، بس ان هو ايه يخرج وشكل ان هو ايه يدخل يعني. يمكن عمل بوابه ثانويه لهذه المنطقه التي تم تخصيصها كمكاتب الاستشاري والمقاول العام، حيث ان هذه المنطقه تعتبر ابعد منطقه عن خطوط الانتاج في الموقع، يعني الانتاج في الموقع ماشي ايه كده بشكل او باخر ما يوصل الكلام ده كله. طيب مكاتب المقاول العام حط ان هو هنا يبقى ايه؟ يبقى له علاقه بالاستشاري على طول. ما هياش مكاتب كبيره هنا زي ما قلنا، هيبقى في اريز بقى كده فاكرين الاربع اريز اللي قلنا دول يعني حبقى يعني تبقى مكاتب بقى للمقاولين الباطن
للمقاول نفسه، اذا كان في يعني مشرفين او الموقع او مهندسين تنفيذ او الى اخره تبع الطاقم، يبقوا ايه بقى ايه مكان لهم لاستخدامهم يعني. طيب مكاتب اول عام اتحطت هنا جنب ايه في الاريا المعزوله الصغيره دي، تم خلال مكاتب اول عام في هذه المنطقه المجاوره للمكاتب الشهري. نلاحظ ان المساحه ليست كبيره، الاريا 132 متر، هي طبعا بنقول مش كبيره لان المشروع كان كبير يعني، انما 132 متر ده حلم بالنسبه لايه لمكتب موقع يعني مش صغير ولا حاجه، يعني 10 في 13 مثلا عشان نقول يعني، او حاجه او يعني 12 في 11 مثلا، يعني مكتب مش صغير، مش صغير، مكتب كبير. انما بالنسبه لبقيه الارياز شكله ايه صغير، هو مش صغير ولا حاجه، المساحه ليست كبيره، وذلك مع اعتبار انه سيكون هناك مكاتب اخرى لمقاول الباطن اللي قلنا عليها هتبقى هنا، مكتب الاريا الظهريه الفضله، وللمقاول في داخل المشروع تختص بتنظيم ومتابعه العمل في المشروع. اما المكاتب في هذه المنطقه فستكون لجميع انشطه المقاول المتعلقه باداره المشروع والتعامل مع الاستشاري والمالك. اللقاء النهارده جميل وسهل وخفيف، ما فيهوش يعني ايه يعني اي يعني دربكه، ما فيهوش اي حاجه معقده، ولا حاجه بسيطه جدا، بس ايه تستوعب بس تفكير منطقي، الشغل هيمشي ازاي وهعمل ازاي بقى يعني ايه. دي شغل لازم تبقى كونستراكشن مانجر مع بروجكت مانجر مع طاقم التنفيذ، يعني يبقى ايه بشغل جروب يعني، او شغل مهندس شباب زي حالاتي كده يعني، يقدر ان هو فاهم القصه كلها. لكن برضو انا بحب ما بحبش برضو اعمل اي حاجه لغايه دلوقتي بدون كونستراكشن مانجر ما يبقى معايا، بدون المهندسين المتخصصين ما يبقوا معايا، بدون البلانر يعني يعني كمدير مشروع يعني عدى علينا الكلام ده كله وعملناه او عملنا اخطاء فيه، لكن في اي مشروع جديد او اي مشروع او اي شركه جديده انت بتمسكها لازم يشارك معاك كل الناس، وبقدر ما شاركت من الافراد في التخطيط او في الستارت بتاع الشغل هتلاقيهم طبعا مرتبطين، كل واحد هيحس ان هو ايه هو مش ساهم وعامل وعامل حاجه بنفسه فيها. في هنا واقف سيارات بقى لمين؟ للاستشاري اساسا يعني. الاستشاري او المهندس المقاول او الاخر او في المكتب المقاول اللي هو هنا ده. انما بيزك الاستشاري بقى بعض السيارات هو صغير. لكن هنلاحظ هنا ان احنا عندنا هنا ايه؟ جنب المشروع على طول برضه للحظ كويس كان في هنا ايه؟ مواقف سيارات هنا بره يعني بره المشروع يعني بره بتاع المشروع هنا، ممكن اي حد يجي يركن هنا بره المشروع هنا ويدخل على الموقع يعني. مواقف سيارات تم وضع اماكن لعدد محدود من المواقف، يعني ده 144 متر برضه، ده مش صغير ولا حاجه، لكن على حجم المشروع على حجم كلام هو يعني 144 متر مسطح، حدد محدود من مواقف السيارات لصغر حجم المكان على اعتبار المنطقه الملاصقه للموقع في اماكن كثيره لانتظار السيارات. لذلك فهذه الاماكن تستخدم للاستشاري والمالك وكبار الزوار. طيب مكاتب مقاول الباطن بقى والموردين. عندنا هنا قد الطريق ماشي كده، عندنا الخط ده اللي هو هنشوف دلوقتي ان انا هيبقى فيه مكتب بتاع الامن وبعد كده فيها الاريا دي كلها اخرها. فاحنا جينا عملنا ايه؟ مقاولين الباطن والموردين، ممكن مورد ممكن يكون فيه موردين بيوردوا حاجات اون ديلي بيزس. مثلا اي حاجه او محتاج مكتب للمورد بتاعك يعني، دي شكلها حلو وشكلها كويس للاداره يعني، انت اي مجموعه موردين عندك او اي مورد معمول له مكان، معمول له مكتب، معمول له يعني ان انت يعني ايه، ومقاولين الباطن بتوعك اللي بيشتغلوا معاك. فدي مكاتب للايه؟ للمقاولين الباطن وللموردين. تم اختيار موقع مكاتب مقاولي الباطن والموردين قريبا مدخل المشروع، مدخل المشروع هنا كده اهو زي ما قلنا اهو، هنلاقي ايه المكتب قريب مننا جدا. كما يمكن استخدام هذه المكاتب كمكاتب اضافيه للمقاول العام لتشغيل الموقع. لو الموضوع مش محتاج للسب كونتراكتور والسبلايرز ممكن يبقى ده ايه مكتب تشغيل للايه للمقاول العام اللي هو احنا يعني احنا الموقع العام. استراحات وخدمات العاملين في الموقع دي اكبر اريا موجوده بقى في الموقع.
وبرضه غدا نخلي بالنا برضه ان هي ايه، محدش يعتقد ان هو يعني كل حاجه تعمل بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني شكل الارض اللي هو ما كانش عاجبنا في الاول، وبنقول ده مش عارف ايه وده مش عارف، بالعكس خدم جدا وضع الخدمات. يعني انت لما جينا هنا حطينا في الاريا دي العمال، خدمات العاملين في الواقع، مش العمال، العاملين، يعني في مهندسين، في مشرفين، في يعني ممكن يبقى في حتى الصراحه مدير المشروع، ما فيش اي مشكله خالص. ف المنطقه دي كلها هتبقى ايه؟ لايه؟ للصلاحات وخدمات العاملين في الموقع. دي تتخطط بقى بمزاج، يعني انت كل ما عملت للناس اللي بتشتغل في الموقع ممكن تعمل لهم بيسين صغير، انت هتقعد سنه ونص، سنه ونص على ما اذكر، سنه ونص او سنتين. عملت لهم مثلا ملاعب بينج بونج، ملعب باسكت صغير، طبعا السراير بقى طبعا حاجات دورين وحاجات، يعني موضوع الاستخدامات بتبقى يعني ايه متصممه بالاوبتيمم. مثلا اي يعني في قواعد معينه لتصميم الايه؟ الاستراحات والخدمات العاملين في الموقع يعني. وبرضه ما يمنعش يبقى فيه مثلا يعني مكانين ثلاثه في اي بيز مثلا، حد يعني مدير المشروع ممكن يحتاج يوم ان هو يبات في الموقع، مدير التنفيذ يعني ما يمنعش ان يبقى فيه اي حاجه يعني ايه يعني ويل دان او بيتر دان، اول لكل الناس يعني، كل الناس بيبقى تبقى ويل دان، بس يكون فيها يعني حاجه ايه ديستنجي شويه، ان هي تبقى ايه تنفع لاي حد هيبات في الموقع من اللي هم غير مش غير يعني ليتل بيت يعني ايه يعني نيد ا ليتل بيت بيست اكوموديشن. فالمهم تم تحديد مساحه كبيره لاقامه العاملين في المشروع. كان في 250 عامل اسيوي في المشروع ده، و50 عامل عربي. طبعا احنا لازم نفصل ما بين الاثنين، مش فصل يعني في فصل عنصريه او فصل مثلا حد احسن من حد، لا. الكاركترستكس واللايف تايب واللايف سيستم بتاع ده غير ده، طبيعه اكل ده غير طبيعه اكل ده، طبيعه الحياه مع ده غير ده، طبيعه النشاط بتاع ده غير النشاط ده. فيعني ايه يعني بيتفصل، هم ممكن يلتقوا مثلا في اللعب، في ممكن في المطعم المفروض ان هو طبعا كل واحد، انت احيانا بيبقى عندك فلبينيين على باكستانيين على كوريين، يعني في الحقيقه في الخليج، ودي الحاجه يعني الواحد اكتسب خبره وجمال فيها، ودي زي ما بيقولوا ده انك تحس يعني انك تشتغل في موضوع انترناشونال. ده ما يعنيش ان انت هتكون شغال في اوروبا او في امريكا او بتاع، لا، انت بتشتغل في مشروع انترناشونال جوه مصر. يعني انا اشتغلت مشروع انترناشونال جوه مصر كتير، في مطار اشتغلت هنا، وعملنا في النادي، عملنا مجموعه في البحر الاحمر، في شرم الشيخ، كل دي مشاريع انترناشونال. يعني كلمه انترناشونال دي ما تعيش ان هي بره مصر، لا، انت جوه مصر تعمل مشاريع انترناشونال، شبكات مصانع كبيره. يعني كلمه بقول انترناشونال بروجكت مانجر، مش بقول ان انت بقى يعني هتتغرب بقى وتبقى تعيش، لا، تبقى انترناشونال جوه مصر. جالك فرصه انك تطلع بره في اي حته، مستواك نفس مستوى الخليجي واحسن. يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني لما طلعنا وشفنا الخليج وشفنا وقعدنا في نقاشات في باريس مثلا او اي حاجه، الحمد لله عمرنا ما حسينا ان في حاجه ناقصانا. وانا يعني انا مش يعني انا انسان عادي جدا جدا جدا، وزي اي حد، وناس واكتر يعني ناس كتير جدا بتتفوق علينا وعادي جدا. فيعني الانسان المصري بس هو يخلي باله من نفسه ويهتم، وزي ما قلنا برضو الثلاث حاجات اللي هم الاساسيين اللي دايما بنقول عليهم وبنتكلم عليهم، يا رب ما تزهقوش مننا. بس انا بقول برضو الكلام عشان في ناس بتبقى حضرت مره او ما حضرتش او ما سمعتش الكلام ده. الثلاث حاجات اللي ناقصه اي مدير مشروع مصري او عربي او انترناشونالي او عموما يعني في اي حته في العالم، اول حاجه احنا قلنا اللانجوج السادة اللي هي الانجليش، وزي ما قلنا احنا كنا ملوك العالم بالعربي 700 سنه اللغه العربيه. النهارده خلاص اللي ماسك
الاكتيفز مين، اكتيفز مين بروجكتس في العالم، كلامهم انجلش، بيتكلموا انجلش، فانا لازم اتكلم انجلش زيهم علشان اقدر، مش زيهم زي كل الناس يعني. انا مع اليابانيين كنا بنتكلم انجلش، الكوريين كنا بنتكلم انجلش، يعني كل مع الفرنساويين برضو، الفرنساويين الانجليش بتاعهم يعني ايه، ضحك يعني، لما بقول لهم انتوا ايه بتتكلموا فرنش بس بانجلش فوكابولاري، تلاقي الاكسنت بتاعه يعني برضه ساعات برضه يعني. فالمهم ان الانجليش ده لازم نتقنه، مش نتقنه بقى يعني اقول انا ده مش عارف ايه، ده انا خدت 5 6 ليفل ده انا كويس، لا. حتى مش عايز الناس تبقى الانجليش بتاعها زي بتاعنا يعني، بتاع الانجليش بتاعنا يعني ثيرد لانجويج يعني، لا. يعني الانجليش تحط في دماغك ان انت تدرسه، وتدرسه صح وتمارسه صح، دي اول شرط عشان ايه نتطور وندخل ان انا اقول انا مدير المشروع ده. لانك ممكن تبقى معاك خبرات السنين، ومعاك شهادات للصبح، لكن الانجليش بتاعك ما هواش قوي، وما هواش ما بيتيحش لك انك تعرض امكانياتك او تعرض كفاءتك بشكل كويس. فنحط في دماغنا اول حاجه، اهم حاجه الانجليش اهم حاجه. نمره اتنين، اي تكنيكال، سواء مهندس سواء دكتور سواء صيدلي سواء محاسب سواء اي خريج علوم، اي واحد تكنيكال، 3 4 سنين بيبتدي يتقال له انت مثلا مدير الحته دي. طيب يعني ايه مدير الحته دي؟ لازم يعرف اداره. يبقى تاني نقطه هامه بالنسبه للي عاوز يقول، اللي عايز يقول انا مدير المشروع، ان هو بعد 4 5 3 4 5 سنين يبتدي يدرس مانجمنت، ويبتدي ايه يتفرج على الفيديوهات بتاعتنا ويحط لايكات بقى ويشير ويعمل، عشان يعني ايه تبقى الدنيا تبقى حلوه يعني. فالمهم ان هو يبقى إيه يعرف بعد 4 3 4 5 سنين هو ايه يعني ايه اداره. ومش معنى ان انا اشتغلت مثلا 20 30 40 سنه اقول لا ده انا ده مدير، ده انا كنت مدير مش عارف ايه في الحته الفلانيه، لا. يعني هل انت السنين اللي انت عديت عليها دي كنت بتعمل نفس العمل؟ يعني في الاداره في مبدا يقول ايه؟ لو انت طول عمرك بتشتغل عمل واحد بس، طبيعه واحد، طبيعه عمل واحد، خصوصا في الاوبريشن يعني، خبرتك مش 30 سنه ولا 25 سنه، خبرتك سنه موضوع في 25 او في 30. انما البروجكت مانجر ده كله مش مشروعات جديده وكله مش، فزي ما قلنا ايه، يبقى انت لازم تعرف يعني ايه مانجر، وتفهم يعني ايه مانجر، يعني ايه اداره. النقطة الثالثة اللي بنقول عليها دايما الـ continuous improvement. إذا كنتش دايما زي ما بيقولوا إيه تفرق، زي ما بيقولوا بالبلدي، وتعرف إيه اللي بيتطور في جميع علومك في الإدارة وفي علومك الفنية. يعني أنا عندي ابني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني مسك مدير منطقة كبير في شركة بترول كبيرة يعني، بدون يعني مش بتكلم عشان ابني بس، هو يعني مطيع يعني، بسمع كلام انسان محترم جدا. لما ترقى وبقى مدير يعني مدير كبير، قلت له خلي بالك اوعى تسمح لحد تحت ايدك يعرف حاجه انت ما تعرفهاش. يعني طلع سيستمز في البلاننج، طلع سيستمز في التكنولوجي بتاعت اللي انت بتعمله، طلع سيستمز في الميثودولوجيز، طلع سيستمز في التكنيكال اللي لازم تبقى عارفها وعارف حدودها. ما انت مش هتتخصص في كل حاجه، خلي بالك، لان هو ايه؟ ماستر جاك اوف اول تريدز ماستر اوف نان، اللي هو المثل القديم اللي هو بيقول ايه؟ جاك اوف اول تريد، يعني ان انا لما بشتغل كل الاعمال مش هبقى ماسترنج لحاجه، مش هبقى خبير في حاجه. انما مدير المشروع لا، مدير المشروع مش بيقول هو حاجه، هو الماستر ايفريثينج، لا، الماسترنج بروجكت مانجمنت. لكن مع الماستر بتاع بروجكت مانجمنت لازم يبقى عارف كل انواع الحاجات اللي بيديرها، كل يعني ايه، عنده فكره عن كل حاجه، وعن سيستم تصنع جديد النهارده بيطلع بيم، بيطلع سبلاي تشين، بيطلع لين، بيطلع كل الحاجات دي. من الاخر لازم مدير المشروع اللي عايز يستمر كمدير مشروع ويحتاج جميع مشروع الكلام ده يبقى عارف. يبقى النقطه الثالثه ايه؟ الكونتينوس امبروفمنت. والانسان ما يغترش بقى لا بخبرته ولا بعلمه ولا بماله ولا بوظيفته، ولا يغتر باي حاجه خالص، ويخليه كده دايما حاسس ان هو
محتاج انه يتعلم، محتاج ان هو يسأل، محتاج ان هو يسمع للشباب، محتاج ان هو يطور نفسه كل يوم مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الايه من التجارب ومهما بلغ من الخبره. هنا نرجع تاني للاستراحات وخدمات العاملين في الموقع. تم تحديد مساحه كبيره لاقامه العاملين في المشروع، 52 عامل اسيوي و50 عامل عربي، قلنا ان كل واحد له الكاركترستيك بتاعته والستايل اوف ليفنج، عشان تصميم هذه المنطقه لسكن واستراحه ومطاعم ومنطقه ترفيهيه داخليه للعمال. ويتم تصميم هذه المنطقه بحيث توفر فيها الشروط الصحيه الكامله. شروط صحيه كامله ما فيهاش هزار. يعني في هناك سواء في السعوديه او في الخليج كله، الحمد لله ربنا رزقنا الخليج كله اشتغلنا فيه تقريبا كله. المهندس بتاع الامانه او المهندس بتاع الحكومه لو دخل اي مكان ولقى السيفتي فيه مش تمام يقفل المشروع بالضبط والمفتاح مهما كان المشروع، يقفله رسمي مش هزار. ف في اماكن كتير برضو الاستادز ايه ان لازم تبقى عامل كومفورتابل اريا للناس بتوعك، وانت بقدر الناس اللي بيشتغلوا معاك سواء مهندسين تنفيذ او مديرين تنفيذ او عمال او مشرفين، لازم يحسوا ان هم عايشين عيشه حلوه وعايشين ان هم عيشه مريحه عشان يقدروا الانتاج بتاعهم يبقى ايه؟ يبقى كويس. يتم تصميم هذه المنطقه بحيث يتوفر فيها الشروط الصحيه الكامله والحد الاقصى من الراحه التي تسمح بها ظروف الموقع. طيب هنا بيبقى في مواقف معدات، هنا خلينا نجيب كورنر ده، وزي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى زي ما يكون التكسيرات دي والشيب اللي معموله دي يسرت لنا حاجات كتيره جدا، يعني كل حاجه بقت ايه لها يعني ده كرم من عند ربنا، يعني احنا ما حدش يشوف ايده حاجه، يعني ان هو ربنا سبحانه وتعالى يسر الامر والتحدي في الاخر تلاقي ريزلت جميله جدا على بعضها. هنا دلوقتي في مواقف معدات، هنا كلارك حاجه اي حاجه معدات ماشيه، يعني لودر يبقى ممكن يبقى موقف معدات ويبقى ورشه. هنا بعيد كده برضو عن الايه، يعني شوف حضرتك على الخط السير هنلاقي دايما ايه ماشي سموث ما فيش فيه اي حاجه خالص. وبعدين هنا بقى ايه الموقف، المواقف المعدات هي يعني هي مواقف وورشه صغيره يعني. الموقع تم تخصيصه كموقف من المعدات وممكن استعماله جزئيا في اعمال الصيانه الدوريه والاصلاحات الصغيره للمعدات. كم مساحه دي؟ 750 متر، 749 متر مسطح. فدي برضه اريا مش صغيره خلي بالك، لكن يعني ايه كومفورتبل يعني. طيب العياده الطبيه هنا حطينا عياده طبيه فين؟ هنا في المنطقه دي، عندنا هنا هو سكن العمال والخدمات، منطقه الخدمات بتاعت العمال او العماله، مش العمال اللي هم يعني لا العماله عموما. هنا في ايه؟ عياده طبيه. العيادة الطبية دي بتخدم على ايه؟ على كل الموجودين في الموقع. سواء في اون ديلي بيزس في الدي تايم اللي هي وقت الشغل، او ممكن عندك لو عندك سهرات في الشغل، فيبقى العيادة دي شغالة 24 ساعة وعليها نبطشيات بقى. في شروط صحية، في ساعات بيحددوا مثلا لو انت العدد عندك مثلا اكثر من 300 لازم يبقى طبيب وممرض، لما العدد يوصل مش عارف كذا يبقى لازم في عربيه سياره اسعاف. يعني في شروط مواصلات، الكلام ده كله بيعرفها طبعا الناس المتخصصين في الايه؟ في السيفتي وفي الاتش اس اس اي. فهنا ايه؟ لوكيشن بتاع العياده الطبيه اللي هو قريب برضه من المدخل من المخرج من هنا لاي كيس مثلا عايز تمشي او تعمل، وبتخدم على ايه؟ على منطقه السكن او المنطقه للناس اللي في الموقع، ومن الايه للمشروع في منطقه اماكن خصوصا في الديلي ايه؟ في الديلي اكتيفيتيز يعني او في الديلي ورك. طيب العياده الطبيه بتقع العياده الطبيه في موقع مجاور منطقه السكن، يعني قد ايه؟ 96 متر مربع، اريا كبيره جدا. اريا كبيره مش صغيره، لكن هي ايش خلاص صغير في وسط الاريا بتاعتك. طبعا هي ممكن تقل اماكن جوه، لكن دي الاكشوال اريا فعلا اللي كانت موجوده مخصصه لهذا الكلام. تشتغل العياده الطبيه في الموقع المجاور لمنطقه السكن وخدمات العماله في الموقع
على اساس انها ستكون في خدمه العماله في الموقع، سواء اثناء العمل في النهار او اذا حدث اي طوارئ اثناء الليل. طيب المولدات الكهربائيه، احنا بنقول المشروع ده كان فيه خطوط كابلات داخله عادي خالص، عادي خالص، ما فيش اي مش يعني في كهرباء حكوميه واصله وعداد و الى اخره. لكن انا دايما بفضل الحقيقه في اي موقع يكون عندي جنريتورز، لان انت بتشتغل في مكان محتاج للباور للالكتريكال باور بتاعتك 24 ساعه. ممكن تقعد تشتغل بالليل عايز اناره، لو انت بالنهار عايز عندك حاجات عايزه تشغيل، فمجرد قطع كهرباء هيحصل ايه؟ كل ده هيقف. لو بالليل هتطفي الدنيا، فلازم يبقى فيه الاربعه ستاند باي جنريتورز ومربوطين ببعض على فكره بكابلات، يعني مش كل واحد لوحده، بحيث انه ممكن بقى ايه يبقى ايه يبقى واحد بيشتغل يغذي الباقي، اثنين يشتغلوا تبع بقى ايه المتطلبات المطلوبه للموقع. قد يبان ان الكوست بتاع الكلام ده غالي ولا حاجه، الكوست مش غالي ولا حاجه. انت كل ما بتسهل وبتصرف على موقعك من ناحيه الاس اس اي او الكواليتي، زي ما بقول دايما برضو دي نحطها حلقه في ودننا برضو، انها ما هيش مش منتشره قوي الفكره دي، ان اي حاجه بتتصرف على الكواليتي اون سايت او على الاتش اس اس اي الهيلث والسيفتي والسكيورتي والانفايرمنت، ده استثمار وليس هالك. لان انت في الكواليتي الكوست اوف باد كواليتي، ده جزء من دراسه الكواليتي. لو انت حاجه عملتها وما طلعتش معاك كويسه من اول مره، هتقلها تاني مره، هتكلفك اكتر بكتير جدا من لو اتعملت من اول مره. لو انت عملت حاجه وجالك امر بهدها او عمايلها، هتضطر هتكسر قد ثمنها 3 مرات. فانت كل ما هتصرف على الكواليتي والكواليتي سيستم والكواليتي كنترول والكلام ده كله، انت ما بتصرفش في الفاضي، بالعكس انت بتستثمر علشان ايه؟ البرودكت بتاعك يطلع مظبوط، وعشان ان انت يعني يبقى ده ايه؟ انفستمنت نوت يعني مش كوستا في الفاضي يعني، لا دي ادم فاليو. برضو السيفتي نفس القصه، السيفتي لان انت السيفتي بتاعتك، لان المشروع ده لو هو معمول وديزاين وسيف، والسيفتي ده ما بتخلي الناس اللي في الموقع شغاله البرودكشن بتاعها اعلى. يعني لو واحد متعلق مثلا بيبيض وجهه او بيتعلق في دور معين بيعمل حاجه، لو هو حاطط مش السيفتي بيلت، لا خلاص سيفتي هارنس ولابس مثلا الخوذه بتاعته، لابس البي بي اي بتاعه، هتلاقي هشتغل واثق ان هو يعني ما يعني مش بقول بيشتغل من غير حذر، لا هو حذر وكل حاجه، لكن سيف بيقدر ان هو يتحرك بسو ايزي، بدل ما يكون شايل حاجه بقى وماشي بيخبط بيعمل واقف بيتمرجح على حاجه ومش مش مش ثابت. زي ما بقول ده مبدا برضه في الكونستراكشن نحط في ودانا دايما، وضروري برضو اصحاب الشركات واصحاب المشروع تقتنعوا بهذا الكلام، ان ما يصرف على الكواليتي وما يصرف على الاتش اس اس اي هذا ليس بصرف ولكنه استثمار. ودي ده كلام ده ده مش مش ده مش مش الكلام ده ما قريناهوش في كتب، لا احنا ده كلام ده استقرأناه من خبراتنا ومن ما مر علينا في حياتنا، لان حدث واحد في مشروع يخليك تصرف عليه قد اللي كنت هتصرفه على كل السيفتي بتاعت المشروع 10 مرات. لو حدث واحد مثلا فتل كيس او 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 كيس جامده في مع حد. وبرضه الكواليتي نفس القصه، انت ممكن تلاقي نفسك بتعمل شغال مثلا في خرسانات وشغال يعني يلا مش همك وكده، في الاخر تلاقي المبنى بتاعك كله مش ما ينفعش ما ينفعلوش علاج وتهده كل ما اقول اخره. فهنخلي بالنا ان المبادئ من الاول خالص، كل ما هبقى ستريكت وكل ما هبقى بشتغل صح وبشتغل بكواليتي صح وبتش اس اس اي صح، شغلي هيبقى ان شاء الله بالكوست بتاعته واحسن كمان من اللي بتحط له، وهيتعمل في التايم بتاعه واحسن من اللي بتحط له، وهيتعمل بالكواليتي بتاعته واحسن من اللي بتحط له. طيب المولدات الكهربائيه 4 تم تحديد 4 اماكن،
نوع المولدات الكهربائيه بحيث تكون مجاوره لمحطه خلط الخرسانه، يعني جنب محطه خلط الخرسانه في واحده، وواحده جنب ورش النجاره اللي هي دي، والحداده والمكاتب منطقه استخدام خدمات العمال. ولو قربت بين هذه المولدات الاربعه تكون مستخدمه كمصدر مستمر للطاقه حتى في حاله توقف اي مولد ما. يعني اي مولد متوقف وحتى اللي وراه مطفيه خلاص، يبقى الثاني هيشتغل، يبقى الاربعه بيشتغلوا ستاند باي مع بعض. والكابلات دي مش قصه كبيره، يعني مش كابلات، يعني مش بمئات الالوف. يعني هنا في احنا بنعمل احنا الخرسانه بتاعتنا في الموقع، وبالتالي لازم عندنا معمل في الموقع، ودي حصلت معانا كتير. قد يكون مثلا انت ممكن لو عملت السيكوال سيستم بتاعك موثوق فيه بالنسبه للمالك وبالنسبه للاستشاري، انت ممكن تجيب حاجتك كلها وبتجيب واحد يعني سوبرفايزر كويس او واحد اوبريتور كويس للمعمل، يعمل لك كل الاكتيفيتيز بتاعته بالتكسير بالنخل بالسيم اناليسيس بكل حاجه من الاخرها، وانت يو ار تراستد. بس احيانا كتيره مثلا زي مشروعات كتيره مثلا يجيب يقول لك وظف الطقم بتاعك، وظف كل الاكويبمنت، وظف الكلام ده من الاول لاخره، وشركه مثلا ارض مان ايس او شركه من اللي هي متخصصه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في التستنج، هي اللي تيجي بقى ايه تراجع هذا الكلام، وهي اللي تبقى يبقى فيها ما يبقى فيه يبقى فيه مثلا مهندس منها موجود في غرس الشكل، يبقى فيه معاك ثيرد بارتي في الايه في الكواليتي بتاعت اي اكتيفيتيز للكواليتي كنترول او كواليتي اشورنس في الموقع بتاع في المعمل. يعني يا اما انت يو ار تراستد، يا اما ممكن معاك ايه ثيرد بارتي موجود وبستخدم هذا المعمل معاك انت بتقدم له الخدمات. وده 95 متر، ده رائع. يعني يقع معمل الموقع مجاورا لمحطه خط الخرسانه، هتكسر عمليه اخذ العينات ومعالجتها والتعامل معها بطريقه سلسه وسريعه. في غرف التحكم بقى في المدخل والمخرج، يعني اي حد داخل المشروع الحقيقه في سيستم، واحنا متعلمينه في مصر خلي بالنا، يعني احنا مش جايبينه من الخليج، يعني الخليج ده برضه احنا اتعلمنا فيه كتير قوي طبعا. لكن انت اي موقع عمل 14000 ودلوقتي 45000، في نص من النصوص ان انت كل واحد داخل الموقع معاه من الوركرز معاه كارتين له باسمه، كارت معلقه في صدره او بشكل او باخر، والكارت الثاني سايبه على البواب. ليه؟ لان ان كيس اوف اني بروبلم، حريق، مشكله، اي حاجه، في نقط تجمع تجمع في بيبقى تبقى في المشروع مع خطه الاتش اس اس اي، الناس كلها في حاله اي انذار اي صفار انذار تتجمع فيها في هذه الاماكن. قد ما يكون حته حصل فيها حريقه، حتى حصل فيها حاجه وقعت في اي خالص، فبيبقى تشيكينج الكروت اللي موجوده في ده غرفه التحكم في المدخل، خلاص بيبقى فيها بيسيب الكارت بتاعه وهو داخل، او لو هو زائر بيسيب مثلا البطاقه بتاعته الايدنتي بتاعه، بحيث لو حصل اي كيس وتم اخلاء الاماكن كلها وحصل تجمعوا في نقطه تجمع ولا حاجه، يبقى بتشيك عدد الكروت اللي عندك مع هنا اتخذت هنا مع عدد الناس اللي موجودين، بحيث يبقى في تاكد ان ما فيش حد غايب. لان ممكن يكون في مثلا جوه مثلا 250 واحد اشتغلوا، في 240 بس اللي طلعوا، يبقى في 10 افراد مش موجودين، هم فين؟ لازم يطلعوا، لازم نجيبهم باي شكل من الاخر، وبتوع الامن يبقوا عارفين هم ايه الاجراءات اللي بيعملوها عشان حاجه زي كده. يعني دي ده اكزرسايز صغير جدا، ناس كتير مش ايه ما 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 بتتعملش. انا ما بدعوش طبعا كل الناس ان هي، يعني كل واحد طبعا بحسب التزامه ومستوى برضو السيفتي، بيعتمد على حجم المشروع او على طبيعه المشروع. يعني مشروع زي ده مستوى السيفتي بتاعه ما هوش زي مثلا بتعمل بتشتغل في اويل فيلد، تشتغل في ترينز، تشتغل في مجال البترول، السيفتي بتاعه قد المشروع ده مش اقل من 50 مره. ما فيش حاجه اسمها شغل كده، لازم في الانسبكشن ريكويست لازم يتوقع من السيفتي قبل ما يتوقع من الكواليتي. فالمهم
فغرفة التحكم في المدخل والمخرج ده، دي غرفة هنا للداخل كده، لازم داخل لازم يعدي على ده، ولازم يتأكد تماما هو داخل ليه. أحيانا بيتعمل نوع من الستيتمنت اللي داخل المشروع، بيكتب تعهد. دي في الشركات اللي هي مثلا زي بابتل، زي الشركات اللي هي ماشية يعني بشكل مانجمنت يعني بقواعد صارمة وقديمة شوية. أي حد بيدخل المشروع بيوقع الإقرار إن هو داخل جوه هيعمل كذا 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 كذا، وعلى مسؤوليته وهو ملتزم بأي حاجة، بيبقى في إقرار معمول بهذا الشكل، عشان برضو إيه إذا حصل معاه أي حاجة أو صرف أي تصرف وأدى إن يحصل له أي حاجة، يبقى هو مسؤول عن نفسه، ما تقعش مسؤوليته على إيه؟ على المقاول أو على المالك بتاع المشروع. ولو إن الكلام ده يعني في قوانين كتير يعني ما مش ماشية كده، لكن ده واقع أحد الاكسرسايزز أو أحد الأبلكيشنز اللي ناس كتير ما إيه ما عدتش عليها يعني. في الخروج طبعا هنا، طبعا اللي دخل من هنا بيطلع من هنا، وبيبقى في كوميونيكيشن يعني انتر كونكشن ما بين الاثنين دول بشكل او باخر، بحيث ان لو حد دخل هنا طبعا هيخرج من هنا، يبقى بتتنقل مثلا الدوكيومنتيشن ده بتيجي هنا، او لو في مثلا كروت مثلا بيدخل بيها او بيعمل يعني اي شغل مثلا الكتريكال او الكترونيك، يعني في كونكشن ما بين الاثنين دول. الاثنين دول واحد، بس واحد هنا اللي داخل وواحد اللي خارج، تشيك على كل حاجه داخله او تشيك على اي حاجه خارجه. غرف التحكم في المدخل والمخرج تقع غرف التحكم عند المدخل والمخرج الرئيسي للمشروع، مع توفير وسيله اتصال مباشره بين غرف التحكم وبعضها وضابط الامن في الموقع. في ضابط امن في الموقع، يعني في 16 غرفه في الانتري و16 متر سطح في الانتري، 16 متر في الاكزيت، وفي ايه ضابط امن اللي هو الايه السيفتي مانجر بتاع الموجود جوه، او السيفتي ايه البرسونال اللي موجودين. بيبقى فيه طبعا اتصالات ضيقه على طول ما بينه وما بينهم، والكترونيكالي او بالتليفون. يعني دلوقتي الموبايلات سهله حاجات جدا، لكن احنا زمان كان عندنا بيبقى سيستم تليفونات كده موفر بورتابل بتبقى معانا، والو ايه فين وكذا. يعني كان في زمان في سيستم كده بيبقى في مونيتور في الغرفه هنا، وفي او مش في غرفه المدخل، لا في غرفه معينه كنترول رابطه ماسكه الكلام ده كله، اللي هو بيسموه ايه؟ نسيت اسمه، اللي هو واي فاي سيستم يعني. طيب غرفه العينات هنا عندنا، ادي الباتشي بلانت، ادي السيمنت ستورز، ادي جنرال ستورز. فجنب جنرال ستورز في غرفه عينات. غرفه العينات دي، لا سوري غرفه العينات هنا بره، هنا كده تقريبا مكاتب الملك والاستشاري، غرفه العينات اللي هي اللي بيعتمدها الاستشاري علشان ايه؟ في سبميتالز في الاول خالص، انك بتقدم اي حاجه عايز تشتغل بيها في الموقع بت 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 بتعتمد وبتوقع عليها وبتبقى سايد وموجوده للريفرنس لايه؟ للمقاول، او الريفرنس للداخل نازل يعمل تشيكينج، او نازل يعمل يستلم حاجه في الموقع. دي سامبل روم 35 متر مربع، بتقع هنا جنب الايه؟ جنب هنا الشارع بيبقى هنا، فدي اوضه هنا جنب المكتب الرئيسي بتاع المقاول، وهنا عشان ايه؟ العينات دي كل ما راغب الاستشاري او المالك يرجع لها او المقاول يرجع لها حتى يبقى ايه؟ يبقى هي الغرفه العينات دي قريبه منه ويقدروا يشوفوها بايه؟ ببساطه. مكتب الامن والسلامه اللي هو في مكتب امن وسلامه غير المكتبين اللي هم ايه؟ بتوع المداخل. يعني المداخل ده ان واوت، انما مكتب امن وسلامه بيبقى موجود بحيث انه بيعمل فيه، ممكن يعمل فيه اندكشن كورس لاي حد داخل، او حد داخل جديد للمشروع بياخد ايه كورس سريع كده، اندكشن كورس يعني ساعه 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 ونص ساعتين، الشغل في المشروع ازاي وازاي يحافظ على نفسه، وايه البي بي اي بتاعته، البيرسونال اكويبمنت بتاعته لازم يلبسها في الموقع، والليفل بتاعه طبعا في حتت لازم يبقى فيه نفس، ولازم يبقى فيه اكسجين، ولازم يبقى فيه حاجات كثيره جدا بالنسبه لمثلا قطاعات البترول او قطاعات البتروكيميكالز. الشغل العادي ده لازم يبقى لابس الهيلمت بتاعه والشوز والجلافز والنظارات بتاعته السيفتي والكلام ده كله من الاول. فده ايه؟ مكتب امن السلام هنا بيبقى مختص ان هو ايه؟ مسؤول عن الامن والسلامه اللي في الموقع.
وممكن يعمل الايه التريننج لاي حد يدخل او اي مجروب داخل عشان يعمل في الموقع، او يعمل الـ يسموها التو بوكس ميتنجز اللي هي بتتعمل كل كام يوم كده على موضوع معين، او كل اسبوع على موضوع معين في تشغيل الموقع. اريا بتاعته 35 متر، ده برضه مش صغير. يعني يقع مكتب الامن والسلامه بجانب مخرج المشروع، ويجب عمل اتصال مباشر بين غرفتي المدخل والمخرج ومكتب الامن، ذلك بالاضافه الى متابعه تطبيق كافه الاجراءات الخاصه بالامن والسلامه في الموقع. قربنا نخلص خلاص. هنا في مسجد زي ما قلنا، حطيناه فين؟ اتحط في ما في يعني هنا، عشان مثلا هنا الاستشاري والمقاول في المنطقه دي كده، وهنا في ايه؟ العماله، وهنا في ناس شغاله طول النهار. ففي مسجد هنا، مسجد صغير كده، عشان ايه؟ اللي عايز يؤدي الصلوات بتاعته خلال اليوم. يقع المسجد في موقع ملاصق المكاتب الرئيسيه للمالك والاستشاري والمكتب الرئيسي للمقاول، ووضعه في مكان يسهل الوصول اليه من العماله في الموقع، سواء اثناء العمل في النهار او في اي وقت من اوقات النهار او المساء. ذلك بالاضافه الى امكانيه وضع مسجد اخر ضمن تصميم منطقه سكن العمال. يعني في السعوديه طبعا في الغالبيه بيبقوا يعني مسلمين، ولكن في هندوس، في كل حاجه، مسيحيين، في كل الجنسيات، لكن الغالبيه بيبقوا مسلمين. فايه ممكن يتعمل مسجد برضه هنا للاعمال، مسجد صغير يعني في منطقه ايه المعيشه اللي بتتصمم للعمال اللي عايشين في الموقع. في مساحات احتياطيه اهم، يعني احنا بعد ما خلصنا ورصينا كلامنا كله، هنا عندنا ايه اربع مساحات احتياطيه دي. نقدر بقى ان احنا نعمل اي اكستنشن لاي حاجه، اي اكتيفيتي بند جديد، اي سب كونتراكتور، اي نشاط تاني للمقاول، اي استراحات مثلا للمهندسين، للفنيين، لاي حاجه. دول اربع اماكن. اي حاجه تطلع على البال، عايزين مكان مثلا لتخزين حاجه، لعمل حاجه، يبقى احنا عندنا. بالاضافه ان احنا شرحنا في الاول ما كناش مبسوطين قوي من الشكل، ولا كنا مبسوطين من المساحه، لكن ربنا يسرها واتحط بشكل كويس جدا، وبقى عندي ايه اربع مساحات فاضيه احتياطيه لاي حاجه تحصل في الموقع. الاربع مساحات الاحتياطيه اربع مناطق باجمالي مساحه حوالي 1000 متر. دول 4000 متر، 1000 متر مساحه كبيره، مساحات يمكن الاستخدام في اي وجه من اول الانشطه المطلوبه للموقع، وتتطلب مساحات خاصه بها. يعني قاعد تستجد بقى طبقا للموقع، طبعا لاي حاجه ممكن ايه استخدام الاريز دي. نيجي عند نقطه مهمه جدا بقى، ودي دي عايزه دراسه بقى متعمقه شويه، ودراسه متانيه شويه، اللي هي حركه المواد بقى، وحركه وتوصيل الخامات او المعدات او اي حاجه للادوار بتاعت المباني، يعني ادوار المبنى. فاول حاجه هنفكر فيها، عايزين نحط ايه؟ تاور كرين. التاور كرين عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن برج بتاعه هنا، وبعدين ايه الدراع بتاعه بقى اللي هو بيتحرك، اللي هو فده دي نقطه طبعا تم اختيارها بعد مده طويله. دي في السنتر استير، كان في هنا دوم هيوصل تركب في الاخر خالص على ما اذكر، يعني اتحط هنا، واتعمل له ايه السيركلز بتاعته، السيركلز بتاعته كده يعني لغايه 90 متر على ما اعتقد، 10 20 30 40 50 60 90، عشان يبان لي بالظبط بيخدم لي لغايه انهي اريا. يعني لغايه الاريا دي مثلا هنا في الحته دي بخدمها، انما لو هيجي هنا مش هينفع، اقدر اخد دي اخد دي، يبقى انا اقدر اخد لغايه ايه؟ مثلا لو دي 80 متر اقدر اخد 80 متر، دي كده اهو هتنفع هنا وهنا وكذا، هتيجي هنا هتغطي. فايه بقى انا بعد كده اختار يعني انهي واحده فيهم، انهي طول اللندة بتاعت الونش هنا يعني. فدي اول نقطه تم اختيارها، الونش البرجي نمره واحد. التاور كرين وضع الونش البرجي يعتمد على خطه التنفيذ المشروع. وتم وضع ونشين في مركزي المنطقتين الطرفيتين، وذلك لتعظيم كفاءه الاوناش. الونش بيشتغل بشكل دائري، فلازم اتحط في اريا الدايره اللي حواليها دي كلها هتشتغل، او الماجورتي بتاع شغلها هيبقى هنا في المنطقه دي. يعني ما ينفعش احطه مثلا على جنب كده محفوف في يغطي حته ويبقى فاضي حته صغيره في الاخر، لا. يبقى لازم التاور كرينز اللي بتتحط تتخدم على الاريا.
كراتوس، ثم تم وضع الونش الثالث ليغطي المنطقه بين الونشين الاساسيين في الاطراف. يعني ادي ونش اتحط هنا، طيب الثاني اتحط فين؟ اتحط هنا اهو، يبقى ادي ونش ادي الثاني. الاثنين اتعمل لهم ايه؟ الدوائر الخدمه بتاعتهم لغايه فين؟ على ما اذكر دي كانت لغايه 90 متر، يعني من اول 20 30 40 50 لغايه ايه وصل هنا ايه؟ 90 متر. هنا اعتقد هنا نفس القصه. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ارياز هنا تداخلت فيها الخدمات، يعني الحته دي مخدومه زياده كويسه. طبعا لا يعيبها، لا يعيبها يعني هتخدم كده، بس هي عايزه بقى ايه؟ احتياط كويس ما بين الونشين، اللي هو يعني المانوفرنج ما بين الاثنين دول لازم يبقى في اتصال كويس ما بين الاثنين، عشان يعني ايه ما يخبطوش في بعض ويبقوا صحيحين وفايقين. وطبعا موضوع سواق الونش ده بيبقى من اهم العناصر الموجوده في ايه؟ في الموقع. ولو اللي ده في كورسز تريننج لسواقين الوناش، واللي بيشغلوا سواقين الوناش لان يعني بيبقى معاهم تحت اجهزه وبيبعتوا لهم في اشارات برضه بين الوناشين وبين الايه اللي موجود تحت، بالاضافه للايه للالكترونيك واي اللي موجوده دلوقتي. طيب هنا عملنا الاثنين دول، في عندنا حته هنا بس مش مغطيه، حته دي اهي دي كده. هنعمل ايه؟ ادي ده التاور كين الثاني، اختيار الوضع انا مش هحتاج لعده في مصر التجارب، بنقعد نغرف في الاول. يعني انا مش هقول لكم ان نعمل اول مره كده لا، يعني كان بنقوله ده اخد شغل مثلا مش اقل من اسبوعين عشان نوصل له، انما هو طبعا عشان شرحه وخلاص احنا وصلنا خدنا نتائج يعني، فيعني ايه وبسيط، ما هوش ما فيهوش اي حاجه يعني، ما فيهوش تعقيدات. فانما ده عشان انت تعمله وتعمله صح وبمزاج بياخد وقت، بياخد كذا مره تجارب، تقعد تدرس ما بين حل وحل وحل وبتشوف اقصى حاجه ايه تعمل. اختيار الوضع او نشأ يحتاج الى عده مرات من التجارب، وذلك حتى يمكن الوصول الى افضل حلول. ويجب ان تتم هذه الدراسه بمشاركه مدير المشروع ومدير التنفيذ وما يرونه من المهندسين والعاملين في الموقع. وبيبقى عندك مشرفين على فكره على مستوى عالي جدا من الكفاءه، ويقدروا يخدموك جدا في الكلام ده كله، لان هم بيبقوا يعني لان يعني من من من, من ايه ما ناخدش يعني، لازم نشارك حتى لو ما بيعرفش يقرا ويكتب حتى، انما هو بيشتغل بايده وفاهم الدنيا بحالها. وما هوش سر يعني، اكبر شركات امريكاني في المهندسين، المهندس يعني له مسؤوليات وله واجبات وباينه وكل حاجه، انما السوبر انتندنت ده ممكن واحد ما يعرفش يقرا ويكتب زي ما بنقول، انما تلاقيه دولاب كده طويل وعريض ويعرف يمشي كويس قوي كل العماله، ويعرف يدير كل المعدات، ويعرف يمشي الموقف بتاعه، وكل بيعمل له حساب. يعني مش قصه ان هو بقى ملاحظ او هو لا لا، سوبر انتندنت ده واحد انسان قوي جدا يعني قوي، ومش قصه معاه بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه او اخره، لا راجل خبر واشتغل في المواقع وعارف اولها من اخرها. وبالمناسبه برضو انا يعني فكرت في حاجه لازم ممكن اقولها لكم، مثلا احد المشروعات اللي عملت هنا في مصر حتى وفي المناطق، يعني انا بحاول لك كلمه نشوف في مصر، دي اكتر حاجه فاكرها انها ايه كانت في ايام شبابنا والحاجات دي ما تتنسيش، ان كان عندي مقاول برتغالي في المشروع، مقاول برتغالي كبير يعني، مقاول شركه مقاولات برتغاليه واخده شغل من بطن مكان اربع اللي هي المقاول الرئيسي من شركه من لوكسمبورغ، وجايبه مقاول برتغالي وجايب العمال البرتغال بتاعه جاي. ابن المقاول البرتغالي ده بيشتغل زيه، مش زيه زي العمال، اكتر من العمال. لا يعيب اي حد يشتغل في الكونستراكشن انه يشتغل بايديه، كلنا شغلنا بايدينا على فكره، بدون يعني ما نطول وبدون ما 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 يعني ما نحكي، كلنا شغلنا بايدينا في مواقع المقاولات. وزي ما بنقول دايما يعني النهارده يمكن الكلام برضو دخلنا في الكونستراكشن شويه، على الاقل في البروجكت مانجمنت ما بتكلمش كتير، يعني ما بخصش حاجه معينه الا في حاله يعني ده في الكونستراكشن، ان المهندس اللي عايز يبقى مهندس سايت انجينير ويترقى او يبقى فاهم ويبقى مدير مشروع لشغل كونستراكشن، الاربع خمس ست سنين الاولانيين لازم زي ما بيقولوا يتبهدلوا، يعرف كل يعني كل حاجه في الموقع، يعرف
كل الاشغال بتتعمل ازاي، ابتداء من اللي بيحفر لغايه اللي بيشطب الفينشنج بتاع الدهانات اللي هي الرفيعه جدا، كل انواع الاكتيفيزم يبقى فاهمها، فاهمها من 5 6 سنين قانونيين، هيرتاح بقيه حياته، واي تطور بعد كده يظهر جديد هيرتاح منه. انما لازم اي مهندس في اول حياته لازم ال4 5 6 سنين الاولانيين يشتغلهم ويشتغلهم بايده، وما فيش عيب، بالعكس بالعكس بالعكس، دي احسن حاجه وبتفيده وبتخدمه طول حياته. طيب يبقى احنا حطينا ده التاور كلينيك الثاني، اذا هو نفس الاولاني، وحطينا حواليه كل الدوائر لغايه ما توصل 90 متر، عشان احنا في الاخر هنحدد بقى هناخد انهي الدراع بتاعه كام. في منطقه هنا هنلاقيها ايه؟ محتاجه حته ما تغطتش بال 90 بده ده وده، او ان ممكن ده ما نوصلوش للاخر وده ما نوصلوش للاخر ويبقى ده في الحته دي. انما لازم يكون في واحد، لان في حته هنا فعلا مكشوفه. فدي برضه هتساعد في ان احنا نحدد دول ازاي. طبعا انا مش فاكر الحقيقه انا قلناش اللي اشتغلت الكم متر يعني وكده، اكيد بعد ال 25 برضه الواحد بينسى برضه حاجات يعني. فالمهم فهم تحطوا 3 يوناش بهذا الشكل، وده بس ده بيبقى مش صغير شويه لان الاريا بتاعته صغيره ما بتوصلش ل 90 متر يعني. برضه عملنا له الدوائر بتاعته بحيث انها من كومبانيشن ان كل الاريا تتغطى، وبشكل ايه؟ بشكل يعني الاوبتمايزيشن بتاعه. تم تغيير موقع الونش البرج الثالث بحيث يغطي بفعاليه المنطقه بين المنطقتين المغطاه بواسطه البرجين الاساسي. يعني هنا برج اساسي، هنا برج اساسي، دي هنا الطابقين الصغير الثاني اللي هو ايه؟ 3 اطوال، دي مش باينه قد ايه بس هي يعني. هنا خلصنا النقاط الاساسيه كلها. اذا في اي سؤال سواء في لقائنا النهارده او في ال9 لقاءات اللي فاتت، احنا جاهزين لاي سؤال وتحت امركم، وانا سعيد بوجودكم وسعيد بوجودي معكم. وباشمهندس احمد هنبتدي ايه نشوف مهندس احمد حمدان ريز هاند. اوكي يا باشمهندس احمد، اؤمر. باشمهندس احمد السلام عليكم يا باشمهندس. اهلا بيك باشمهندس احمد، اهلا بيك. والله شاكرين حضرتك جدا على المجهود الرائع ده وعلى الشرح المبسط اللي بيوصل يعني من ناس لسه طلبة لحد ناس مديرين مشاريع خبرة بال20 وال25 سنة، يعني مراعي كل الناس الحمد لله في الشرح ووصل المعلومة للكل يعني كده إن شاء الله. اهلا بيك حبيبي، ده شرف كبير لينا والله وسعادة كبيرة. هندسه السؤال بتاعي كان يعني مش هيكون في حته الكونستراكشن قد ما هو في حته يعني مدير المشروع عامه لازم يكون عنده علم بيه. هو حته مثلا الطريق الدائري اللي انا عملته حوالين المشروع ده، تجهيزات الموقع العام دي هل هي بتبقى محمله على تكلفه المشروع كله، ولا هي بيبقى لها بتبقى بند في المقايسه نفسها؟ يعني المشروع، خلينا مثلا مثال الطريق ده، الطريق ده بينزل عندي كبند في التجهيزات للمشروع، ولا انا بعمله بتبقى تكلفته محمله على تكلفه المشروع كله؟ حاضر يا نايم، هقول لك يا باشمهندس احمد. هو الحقيقه انا اشتغلت الاثنين، يعني في مشروعات يبقى محطوط لك بند بيوصف التجهيزات وبتشتغلها بالبنود بتاعتها، واخد بالك؟ انما عاده ما بتبقاش محمله، بيبقى في بند لوحده، يا اما بند لوحده اسمه موبيلايزيشن، انت تعمل كل الموبيلايزيشن بتاعتك، في مواصفات ان تعمل المكتب مثلا بشكل كذا 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 كذا، ويحط لك السيرفيسز بتاعتك اللي هي مطلوبه في الموقع ده. احنا كمان ان شاء الله في برزنتيشن اسمه برودكت مانجمنت امبلمنتيشن، هيبان لك فيه بقى خطوط غاز، خطوط ميه، خطوط حريق، تخلص من النفايات، الكلام ده كله من اول لاخره. يعني هو الحلين موجودين يا باشمهندس احمد، يا اما انه يبقى بند موجود ومنصوص عليه وموصف في الـ في الـ في الـ في الموبيلايزيشن الاولاني خالص، يا اما انت بتاخده وبتحمله كاندايركت كوست على الايه؟ على المشروع بتاعك. يعني لو الموضوع ده كلفك مثلا سي مثلا 50,000 100,000 مثلا، ال 100,000 دول بيتحملوا على ك ك ك ك ك ك ك اندايركت كوست
انا مشروع كله من اول لاخر، انا بقول مشروع كله من اول لاخر، بشوف نسبه المشروع دي لما باجي اعمل الكوست مانجمنت. وبرضه هنتكلم عن موضوع الكوست مانجمنت برضه ان شاء الله قريب جدا، ان انا ازاي باخد الكوست من اوله لاخره، ازاي احمل الحاجات دي كلها على الدايركت والاندايركت كوست. فالحلين موجودين يا باشمهندس احمد، يا اما واحد ان انت مجرد ان هو بيقول لك بيوصف لك الحاجات المطلوبه للسايت او للحد الخدمات المفروض انت توفرها للسايت بالنسبه لاداره المشروع وللمالك والكونسلتنت وبالنسبه للاوبريشن بتاع المشروع، وبيوصفها لك، ممكن يوصفها لك ويقول لك دي مثلا بكذا، ما بيقولش لكش بالتفاصيل بقى الطريق كام وده كام وده كام وده كام وده كام، لا بيوصفها، بيقول لك الموبيلايزيشن عباره عن كذا 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 ولمده كذا. وخد بالك من النقطه اللي انا متحمل على الكلام ده كله، الدي موبيلايزيشن، لان انت ودي نقطه مهمه جدا، ودي برضو احد الحاجات اللي ما حدش بياخد باله منها، يعني الا بقى من ايه، من يعني يعني زي ما بقول لك ايه اللي تعب في الشغل، اللي هو عامل ايه البوزيشن بيبقى اغلى من الموبيلايزيشن، انك تشيل الحاجات التعبيطيه دي كلها في الاخر وتحط المشروع بقى في شكله النهائي وتسلمه، بيبقى احسن مكلفك اكثر من الموبيلايزيشن نفسه، مفهومه؟ فانت يا إيه يبقى في بند محطوط فيه الكلام ده كله وتسميه موبيلايزيشن وبحطت الكوست بتاعه، في الحاله دي ما بتحطش كاندايركت كوست في الكوست مارجن بتاع المشروع، يا اما ما بيفتجبلكش سيرته، وانت كراجل خبير ومهندس وعارف انت راجل مقاول قديم وعارف انت هتشتغل وتعمل ازاي، بتحسب الكلام ده كله من الاخر، بتحسب الكوست بتاعه وبتحسب الكوست بتاع الدي موبيلايزيشن. خلي بالك لا ننسى دي مهمه جدا، انا الحقيقه حاولت اعمل الموضوع الدي موبيلايزيشن وانشر ثقافته لما كنت اخر مره في السفريه الاخرانيه، يعني ما مش ما نجحتش بس ما لحقناش، يعني لان هي الموضوع عايز ايه الناس تفهمه من الاول، الناس تبقى فاهمه الكوست ماشي ازاي وده ماشي ازاي. ارجو ان تكون الاجابه واضحه، ولا في حاجه استفسار تاني يا باشمهندس احمد؟ لا تمام يا دكتور، وصلت تمام. طيب في اي تساؤل تاني، اي حاجه؟ وعلى فكره انا جاهز لاي حاجه من التسع لقاءات اللي فاتت، يعني اعتقد ان احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي؟ احنا متاخرين ولا احنا التايم دكتور في حد بيسال سؤال مكمل للسؤال اللي حضرتك جاوبت عليه ده، بيقول هل التكلفه بتاعته لما يكون هو مش ملوش بند مخصص ليه فانت بتحمله على تكلفه المشروع بيكون كام في الميه مثلا، او لا بسأل على ما دي التكنيك تعتمد، بتاع تحميل الموبيلايزيشن على المشروع؟ دي تعتمد، ما ده مش نسبه مئويه، خلي بالك دي مش نسبه مئويه، لان انت لازم تحسب كل واحده من دول، ده الموبيلايزيشن لوحده ده مشروع لوحده، خلي بالك سب بروجكت، انت بتقعد بتعمل الطريق، بتعمل بتأمنه، بتعمل المخازن، بتعمل بتبني الكلام ده كله من اول لاخره، قد يكون مش كل حاجه بتتعمل في الاول خالص بيبقى بارلل مع شغل المشروع، لكن انت بتحسبه وبتحطه من ضمن الاندايركت كاست بتاع الموقع، لان هنعرف الفرق بين الدايركت كاست والاندايركت كاست. دي ان شاء الله هتبقى لقاء جميل وطويل، وعايز يعني ايه ان شاء الله تركيز باذن الله، يعني الاسابيع اللي جايه ان شاء الله باذن الله تعالى هنتكلم عليه برضه، لان مهم جدا ان احنا نعرف الكاست والدايركت كاست والاندايركت كاست والمارك اب وازاي ازاي نعمل الكوست وازاي نتابعه وازاي ننهي صح نعمل الابلكيشن بالصح وازاي نعمل الكوست كنترول. فيعني انت تحمله، يعني ده ما في ناس بتقول لك ايه بتاخدها بالخبره، تقول لك انا مثلا السايت ده مثلا بيصرف عليا مثلا 7%، في نسب كده بتبقى يعني ايه فيج شويه، يقول لك يعني مثلا يقول لك ايه يعني اداره المشروع ما يزيدش تحميلها على 6 7% من قيمه المشروع طبعا تتحط، والاداره العامه مثلا 3% 5%، بيبقى واخدينها من الايه؟ من البريفيس اكسبيرينس. لكن انا رايي لا، لان يعني مفيش مشروع زي الثاني، يعني انت في احيانا مشروعات تبقى الاندايركت كوست بتاعها اعلى من الدايركت كوست، اعلى يعني، ساعات بتبقى مشروعات قيمتها المباشره قليله الا لما الدايركت كوست بتاعها عالي. ماشي يا باشمهندس احمد؟
شمس احمد، ايوه دكتور مع حضرتك. وصلت الرساله ولا؟ وصلت تمام لا لازم تتحسب يعني. تمام يا دكتور، شكرا. ماشي يا حبيبي، تحت ماشي، امرك. شكرا جدا دكتور. في اي سؤال تاني؟ في اي سؤال تاني؟ اي حد تاني له اي سؤال؟ مهندس محمود معتز معانا. السلام عليكم يا دكتور. انا مهندس محمود، نور الدنيا يا باشمهندس. الله ينور حضرتك يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك. الله يكرمك. طب في اي تساؤلات؟ في ناس من الناس العظام، الباشمهندس احمد رضوان استاذنا واخونا موجود معانا اهو. يعني الحقيقه يعني شرفنا بناس جمال النهارده. وكل مره والله يعني في سؤال يا دكتور، هل يوجد بروتوكول لإدارة نفايات الموقع؟ طبعا طبعا، ده من اهم النقط، ده بيبقى موجود في الانفايرمنتال بلان. يعني شوف بيقول لك ايه، اتش اس اس اي بلان، خلاص. وده يعني ايه؟ هيلث سيفتي سيكيورتي وهيلث بلان، بتبقى موجود فيها كل الخطه بتاعتك عشان اداره مشروعك من ناحيه الهيلث سيكيورتي والسيفتي والانفايرمنت. و انا برضو بحب اضيف يعني، بقول لك من ضمن الخطه بتاعت التخلص من المخلفات، خلي بالك، وده التخلص منها بشكل صحيح وبشكل سليم وبشكل علمي، مش تخلص يعني تاخدها تاني ترميها. يعني انا بذكر ان في مشروع انت بتبقى من الاول خالص داخل على انه جرين بيلدينج او جرين بروجكت. في الجرين بروجكت انت بتبتدي تطبق قواعد الجرين بيلدينج من وقت الكونستراكشن. يعني مثلا عندك سياره داخله تنقل حاجه من المشروع، خلاص، وهي خارجه، ممكن تحط فيها طين، تحط فيها رمله، تحط فيها حاجه، لازم تتغسل وتشرب عليها قبل ما تطلع من الموقع عشان ما تطلعش حاجه سيئه، يعني مخلفات او تتوسخ الدنيا، الطرق او الى اخره. جوه الموقع عندك ريسايكلينج، عندك مثلا اخشاب، مثلا جا فيها معدات، جا فيها اي حاجه، ممكن تاخد الخشب ده كله من اول لاخره وتحوله مثلا لاسوار، تحوله لحمالات، لحاجه لمخازن اسمنت، لمخازن حاجه، يعني ايه اللي هي العناصر بتاعت الليد يعني، او ليد او الجرين بيلدينج، او يعني في الكلام ده كله. فانت او انت انت يعني سؤالك جاء في محله الحقيقه، وطبعا موجوده حتى بدون حتى ما يبقى فيه 45000 هو بتاع السيفتي او ال 14000 بتاع الانفايرمنت. اي مشروع لازم تخلص من النفايات ده، ووضع يعني تانكس كده صغيره او براميل او الى اخره مغطيه عشان تحط فيها النفايات دي، حاجه مهمه جدا جدا جدا. ماشي يا فندم محمود. تمام يا دكتور. هو مش سؤالي عموما يا دكتور، هو سؤال حد من الحضور بس، يعني سؤال انا يا دكتور، طب يعني هنطبق عليه ازاي في المشروع ده؟ في المشروع ده؟ هل تطبق عليه في المشروع ولا طبعا طبعا، انت عندك المنطقه هي اكتر حته هتبقى خطر جدا، الحته المنطقه السكنيه بتاعت العماله اللي فيها، قلنا فيها حوالي 300 واحد، ده دي في حد ذاتها انت بتعمل حاجه لازم تبقى يعني قمه، يعني لازم انت يعني حاجه تبقى صحيه جدا، لان انت عندك لو واحد بس جاله كحه هتلاقي 300 واحد عيه جنبك. انت فاهم قصدي ازاي؟ فكل القواعد اللي هي التخلص من النفايات وكل انواع استخدام حتى البوتاجازات او استخدام المازوت او استخدام اي حاجه لازم تبقى معموله كويس جدا، واخد بالك يا باشمهندس محمود؟ فدي خطه لازم تبقى واضحه، يعني دي خطه تبقى واضحه. يمكن احنا الكالتشر دي مش منتشره قوي، لكن ده واقع، ده انا بقول لك، انا بكلمك على حاجه بتحصل معايا، حصلت معايا انا بيرسونال، يعني الكلام ده انا مش جايبه من كتاب ولا لا، ده مشروع فعلي وفعلا اتعمل واتنفذ وخلص مع شركه مقاولات وفي السعوديه.
في الجنوب. فيعني الكلام ده كله حصل وبيتنفذ. ففي اي مشروع لازم كده، وهنبدا بتبقى بقى على الكالتشر. يعني انا هقول لك على حاجه، كل ما كان البروجكت مانجمنت عندك، مش هقول لك بي ام او بقى والكلام اللي هو الليتي ده، يعني اشتغلنا تحت شركات كتير زي باكتل، زي بروجاكس، زي بارسونز، زي الكلام ده كلها، هتلاقي مستوى التعامل مع المشروع ومع الكواليتي ومع السيفتي ومع البروسيديورز ومع الكلام ده من الاول لاخره، يعني بشكل عادي، بشكل قوي. انما مش بسيب الحاجه كده، انت يعني مش عايز اتطرق لحاجات يعني ايه يعني تسيء لنا، لكن في ساعات كده في مشاريع بتبقى كيرلس شويه، ما بتهتمش بالامور دي، لكن حادثه واحده بس ممكن تضيع اي مكسب، او تضيع اي توفير ادعينا ان احنا عملناه لما ما عملناش كواليتي او عملنا سيفتي يعني. تمام يا باشمهندس محمود، ولا في تفصيل اكتر؟ تمام يا دكتور، تمام. طيب يعني في ممكن اقدر اعمل خزانات مكافحة حريق مثلا، او اماكن خزانات مية، او اماكن خزانات للصرف مثلا. ده انت مش ممكن، ده انت لازم تعمل، ده انت لازم تعمل، مش ممكن تعمل، لازم هتعمل، لان انت بتصمم حته هيتعاش فيها وهيتم التشغيل فيها. مش ممكن، ده انت لازم تعمل، لازم تتحط. ما هو الكلام ده كله، عشان كده بقول لك هي التكاليف دي هتعتمد، زي برضو الباشمهندس احمد لما سال قال هل ده بند لوحده ولا ده محمل على المشروع. ده طبعا الكلام ده بيبقى في مشروعات مش صغيره، فيعني مش هيمثل كتير قوي، يعني بيبقى مشروع مثلا بمثلا 200 مليون ولا 300 مليون ولا حاجه، والموضوع ده صرف له مثلا 1,000,000 جنيه. مش بقول ولا حاجه، لا، انا بالنسبه لي شكاره الاسمنت في الموقع دي لازم اخلي بالي منها. العرق الخشب ما يتكسرش. لو اي يعني انا مش بدعي ان انا يعني مش يعني انا يعني نمكي برضه في الشغل، خلي بالك يعني. او المفروض المرة دي مشروع ما ايه ما يسيبش حاجه كده يقول دي بسيطه دي، لا، كل حاجه لازم تتحسب صح. انما الصرف على الحاجات دي كلها ضروري، انت عايش في المشروع ده، انت مدير المشروع نفسه ممكن يكون عايش هناك، عشان كده انت في الاريا اللي هي بتاعت الاعاشه دي ممكن يبقى في استراحه لمدير المشروع او المدير التنفيذ او المهندسين، خلي بالك. فدي برضه مش بتكلم على اكثر واقل، انا بتكلم على كومفورتابيلتي. يعني انت ممكن العمال تحط مثلا 4 غرفه، كل اثنين مثلا على سريرين، يعني سريرين فوق بعض، ومثلا وكابور كده موجود لهم. انما الاوضه بتاعت المهندس لا، هتتعمل بشكل معين ويبقى حاسس ان هو كومفورتبل، بحيث ان هو يقدر يشتغل. وانت كل ما ريحت الناس بتوعك، وكل ما حسوا ان انت يعني محترمهم ومقدرهم، عملوا لهم ترابيزه بينج بونج او ترابيزتين بينج بونج، حته ملعب باسكت صغير، توصل لانك تعمل مثلا بيسين صغير كده ولا حاجه. يعني كل ما بتريح الناس بتوعك، وكل ما تحسسهم ما حدش يشيل هم اكل، بيروح وقت الغداء بيروح ياكل، ده الكلام ده عادي خالص هنا في مصر وبره وفي كل حته. اللي عايز بقى يعني، مش كل واحد بقى مشغول بقى والساعه 12 من 12 واحد هيقعد هيروح يدور بقى على سندوتشات وهيدور على مشروبات، لا، ده في ميز موجود يدخل ياكل ويشرب اللي يشربه وياخد بعضه ويمشي بعد كده. يعني مش كل ما انت مفرغ دماغه من انه يشيل هم حاجه، انتاجه هيبقى ممتاز. انما ما تجيش مثلا في الساعه 12 عندك مثلا 150 200 عامل، تلاقي كل 5 6 قاعدين كده على الارض قاعدين، يلا طبعا دي بركه ربنا يعني اللي بتحصل، لكن انت كل ما ريحته وفرت عليه حاجات كتير، ووفرت عليه الوقت بتاعه. يعني انت لو توفر له ساعه من 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 مشغولياته ان هو بيحضر اكله او بي او بي 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 او بيرمي مثلا بواقي اكله او الى اخره، يعني ما انت كسبتها الساعه دي، ما هو هيشتغلها، واخد بالك يا باشمهندس محمود؟ ف للعامل او للموظف او لاي حد. تمام كده ولا في حاجه يا محمود؟ باشمهندس محمود تمام يا دكتور، الصوت تمام يا كويس؟ دكتور،
الصوت كويس يعني مسموع كويس؟ الصوت واضح يا دكتور. الصوت تمام. طيب في حد تاني على فكرة؟ انا ايام ريدي، خلي بالنا، و يعني ان شاء الله في مفاجآت في الاخر، يعني ان شاء الله قرب ما يعني انا غالبا الحاجات دي يعني في الاخر كده في نوع من التست كده. ان شاء الله بالشهادات طبعا، جيم اريبيا طبعا كتر خيرهم هيدوا شهادات بالحضور، لكن في فكره كده ان شاء الله بنحاول نعملها ان يبقى في شهاده يعني اكوردنج لتست، يعني يتعمل تست لكل الحضور او اللي عايز يحضر، ونقدر ان شاء الله نشوف ممكن ياخد شهاده يعني رسمي. دي لسه فكره يعني جت على البال وممكنه يعني ان شاء الله. فاللي عايز اي حاجه، سؤال في اي حاجه في الموضوعات اللي فاتت ده، 10 موضوع النهارده والايام جريت معاك والحقيقه يعني سعيد بيها، فاي واحد خطر على باله اي حاجه عايز يسال فيها احنا تحت امرك. خلاص انا شاكر جدا، وبالتوفيق ربنا يوفقكم جميعا يا رب، وزي ما اتفقنا يعني برضه نرجع تاني اللي فاتوا لقاء او حاجه موجودين. الاستاذ محمود معتز كتر خيره قطعهم وخلاهم يعني بتاعه في تفكير تاني، برضه احنا ننزل كل يوم فيديو صغير على الفيسبوك ان شاء الله بالبركه في الباشمهندس محمود وفي الشباب. وبنشكر طبعا الباشمهندس عمر اللي يعني ايه اللي هو ايه اعطى الفرصه لينا كلنا ان احنا نلتقي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونراكم على خير ان شاء الله المره القادمه في موضوعات ان شاء الله جميله وسهله وبسيطه وترفع من مقدراتنا في اداره المشروعات. وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.